الآن استوديو الحدث. أهلا بكم مشاهدينا في برنامج استوديو الحدث. إلى العناوين: صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تقول إن تل أبيب لا تزال بعيدة عن شل قدرات حماس على الهجوم. القناة الإسرائيلية 12 تقول إن تل أبيب تبحث نشر قوات على الجانب المصري لرفح خشية هروب حماس. جنرال أمريكي سابق يكشف للحدث أن قوات بلاده البحرية في المنطقة غير كافية لمواجهة الأخطار الجديدة. فتح معبر غدامي سليبية الحدودي مع الجزائر يفتح باب صراع السيطرة عليه، وتشكيلة الدبيبة تغضب المدينة وتغادر. أفاد مراسل الحدث بمقتل 27 شخصاً بغارات إسرائيلية استهدفت جنوب رفح. وسائل إعلام فلسطينية كانت أفادت بمقتل 6 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تقع في بركة الشيخ رضوان تؤوي نازحين في غزة بشمال القطاع. على الجانب الآخر، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن الجيش إعلانه خلال الساعات الماضية عن مقتل 11 ضابطاً وجندياً، وتوصف معركة الشجاعية بأنها الأشرس منذ بداية التوغل البري الإسرائيلي. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الخسائر الإسرائيلية الأخيرة في ساحة المعركة في غزة تظهر أن الهدف الشامل للجيش الإسرائيلي وهو شل حركة حماس لا يزال بعيد المنال، حتى في الجزء الشمالي من قطاع غزة الذي كان المحور الأساسي للنشاط العسكري منذ بداية الحرب. وأوردت أن ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين يعكس تحولا في تكتيكات الحرب العسكرية. أما على الصعيد الإنساني، حذر طبيب في أحد المستشفيات الرئيسية في خان يونس جنوب غزة من الاكتظاظ في ملاجئ النازحين وتدهور الظروف الصحية ونقص الغذاء والمياه النظيفة والأدوية. وقال الطبيب إن مشفى ناصر شهد ارتفاعا حادا في أعداد المرضى الأطفال المصابين بالالتهابات الناجمة عن سوء التغذية والمياه القذرة وسوء الصرف الصحي، مشيرا إلى اكتشاف حالات التهاب الكبد الوبائي ألف إلى جانب أمراض أخرى مع اضطرار النازحين إلى الاحتماء في المدارس والمخيمات المزدحمة. وتقول منظمة الصحة العالمية إنه سيكون من المستحيل تحسين الوضع الصحي الكارثي في غزة، حيث تزايدت الاحتياجات الطبية وخطر الإصابة بأمراض بشكل كبير. يعني ازدحام شديد في هذا القسم، تقريبا عدد الحالات الواردة إلى قسم طوارئ الأطفال 4 إلى 5 أضعاف الحالات المفروض أن تتواجد في هذه الفترة. طبعا هذا سببه أكثر من سبب. السبب الأول نزوح أهل الشمال إلى منطقة خان يونس. السبب الثاني طبعا اللي هو الحرب وظروف الحرب اللي أدت إلى انتشار كثير من الأوبئة والأمراض. أول الأوبئة هذه هي النزلات المعوية الحادة، وهي أكثر الحالات المتواترة لقسم الأطفال. الأمور غاية في السوء. زاد طبعا حجم النزلات المعوية، زاد العدد فيها 4 أضعاف الطبيعي نظرا للمياه التي يتم تناولها من قبل الأطفال، أغلبها مياه غير صالحة للشرب للاستخدام الآدمي. الأغذية طبعا أغلبها معلبة، فقدوا الأهل الناس الأكل الطازج، ما فيش فواكه، ما فيش خضار، هذا أدى لنقص فيتامينات ونقص مناعة عند الأطفال، إضافة إلى فقدان اللي هو فقر الحديد أو الأنيميا بنقص التغذية. المشكلة الأعوص وعدم توفر الدواء. وعلى الحدود بين لبنان وإسرائيل، أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية الرسمية بانقطاع التيار الكهربائي عن بلدة الطيبة بجنوب لبنان جراء قصف إسرائيلي. وذكرت الوكالة الرسمية أن القصف طال منطقة تل العزية أو العزية، حيث توجد شبكة الكهرباء التي تغذي المنطقة. كما أفاد مراسل الحدث أن صاروخا مضاد للدبابات أطلق على موقع عسكري إسرائيلي في مستوطنة زرعيت، ما استدعى ردا إسرائيليا بالمدفعات والمسيرات.
مشاهدينا من حدود قطاع غزة ينضم إلينا مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي. أهلا بك معنا زياد، لك أن تطلعنا على سير التطورات العسكرية أولا. الأمر الآخر، ما هو الجديد فيما تقول بعض الصحف أيضا بأن إسرائيل ستنشر عدد من الجنود في الداخل المصري تحسبا لمنع حروب حركة حماس؟ تفضل. بالنسبة للتطورات الميدانية تهاني، منذ الصباح سجلت رشقتان صاروخيتان على الأقل من قطاع غزة تجاه المستوطنات الحدودية الإسرائيلية، بالإضافة إلى ذلك تستمر الاشتباكات في شمال قطاع غزة في المحاور التي نتحدث عنها منذ 8 أيام، الشجاعية، جبالية، الزيتون. أيضا المعارك تحتدم في خان يونس تحديدا، حيث تحاول إسرائيل تعميق العملية البرية هناك. قتل ضابط مدرعات إسرائيلي في استهداف بصاروخ مضاد للدبابات عمليا، ما رفع القتلى إلى 116 منذ بدء العملية البرية و445 منذ بدء الحرب على قطاع غزة. بالنسبة للخطة الإسرائيلية العسكرية، بدون أن نشك هي تشمل، وهذا تحدثنا عنه قبل هذه الصحف بأسابيع، تشمل أيضا شقا يتعلق بالحدود مع مصر، ما يسمى بمحور فيلادلفيا أو صلاح الدين. إسرائيل تريد أن تسيطر على هذا المحور في نهاية المطاف في رفح، والسبب هو أنها تعتقد بأن هناك أنفاقا تحت هذا المحور يمكن أن تكون مصدر الإمداد الرئيسي لحركة حماس، وأيضا يمكن أن يكون هناك أنفاق توصل من خان يونس إلى رفح وصولا إلى سيناء، وهذا تخشى إسرائيل كثيرا. لهذا في المخطط الإسرائيلي بالفعل أن تسيطر إسرائيل على الحدود بين مصر وقطاع غزة. طيب زياد، بالنسبة لمحور فيلادلفيا، هذا المحور الذي تم الحديث عنه سابقا، إذا قصف سيجبر النازحين بأنهم يذهبون إلى سيناء في مصر. طيب الآن من يسيطر على هذا المحور وأين يتواجد؟ إذا حسب التصور الإسرائيلي، كيف سيتعاملون مع تواجد النازحين بالقرب من المحور أو عدمه؟ هذا صحيح. هذا المحور، محور فيلادلفيا أو صلاح الدين، هو المحور تماما على الحدود في رفح. هناك الكثير من التجمعات السكنية والمساجد المليئة حقيقة بالنازحين. وفق المعلومات هناك آلاف نزحوا إلى تلك المنطقة الحدودية تحديدا. الواضح بأن إسرائيل تفكر في قصف تلك الأماكن، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة ربما كي تنزل قوات إلى تلك المنطقة، وهذا أحد أسباب القلق الأمريكي. عندما يقول الأمريكيون بأن إسرائيل في بعض الأحيان تقصف بدون تمييز، ربما أيضا هذه المواضيع مثار قلق وستكون مثار جدال مع مستشار الأمن القومي الأمريكي. بالنسبة لإسرائيل، هي تريد أن تسيطر على هذا المحور وتريد أن تفجر الأنفاق تحت هذا المحور، هذا ما تخطط له إسرائيل. طيب سأنتقل إلى شمال إسرائيل مع الزميلة هبة المصالحة. هبة، لك أن تطلعينا كيف تسير العمليات العسكرية في الشمال، وأيضا سننتقل بعد ذلك من دير البلح للزميلة خولة الخالدي. سأبدأ معك أولا هبة، تفضلي. نعم، آخر التطورات على الصعيد الميداني في الجبهة الشمالية، تم رصد أو إطلاق عدد من الصواريخ المضادة للدروع على زرعيت عند الحدود مع لبنان، المدفعية الإسرائيلية، بالإضافة إلى المسيرات الإسرائيلية تستهدف الآن مواقع عدة في جنوب لبنان. يمكن أن نقول أن التوتر عند الحدود الشمالية مع لبنان هو بات سيناريو شبه يومي، لكن يمكن أن نقول أن حدة التصعيد خلال اليومين الماضيين هو الأقل تصعيدا من الأيام الماضية. هناك تسجيلات مسربة لقائد الجبهة الداخلية الإسرائيلي الذي قال فيها إن مستوطنات أو الوضع في مستوطنات الشمال بات أسوأ من الوضع في مستوطنات غلاف غزة، وقال إن إسرائيل حددت موعدا للحرب في الشمال إذا لزم الأمر. أيضا تسريبات وتصريبات
تصريحات لرئيس المجلس الإقليمي في الجليل الأعلى الذي اتهم فيها الحكومة الإسرائيلية بالتنصل من مسؤوليتها لهذه المنطقة بالتحديد، ودعا إسرائيل إلى فتح جبهة ثانية هنا على الحدود وعدم التركيز فقط على قطاع غزة، مشيرا إلى أنه لم يكن أو لا يوجد لديه أي وسيلة لإقناع السكان بالعودة إلى مساكنهم من دون استعادة شعورهم بالأمن بشكل كامل. نعم. الجدير ذكره أيضا على التحركات الدبلوماسية، هناك زيارة لمستشار الأمن القومي الأمريكي إلى إسرائيل، وسيلتقي نتنياهو بالإضافة إلى حكومة الحرب والرئيس الإسرائيلي، والجبهة الشمالية ستكون ضمن هذه المحادثات اليوم. والجدير ذكره أيضا أن وزير الدفاع الأمريكي دعا نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت إلى الهدوء على طول الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل. طيب، سأنتقل إلى داخل قطاع غزة في دير البلح تحديدا مع زميلة الصحفية خولة الخالدي. خولة، لك أن تطلعين على سير التطورات إنسانيا وعسكريا إذا كانت لديك معلومات، تفضلي. نعم، عسكريا هو وصول عدد من القذائف إلى عدد من المناطق متفرقة في محافظة غزة، المناطق الشرقية والمناطق الشرقية الجنوبية تحديدا خان يونس وما بينها وما بين مدينة رفح، تشهد تكثيف في هذه الآونة للقذائف التي تطلق من قبل الآليات والدبابات العسكرية، وجود الطيران الحرب الإسرائيلي والمسيرات في سماء القطاع بشكل ملحوظ وواضح في هذه الآونة، بالإضافة أيضا إلى الغارات والاشتباكات التي ما زالت دائرة في المحاور الأساسية الشمال والشرق والشرق الجنوبي. أيضا هذه المناطق ما زالت فيها الاشتباكات دائرة بقوة في عدد من هذه المناطق والمحاور، بالإضافة أيضا إلى سيطرة الجيش الإسرائيلي على مشفى كمال عدوان والذي قام باقتحامه خلال ساعات أمس، الأمر الذي طبعا بطبيعة الحال أثر على سير العملية الطبية في المناطق الشمالية بشكل كامل وخروج منطقة الشمال طبيا عن تلك المناطق بشكل كامل، بالإضافة أيضا إلى عمليات التنكيل التي طالت الطواقم الطبية، النازحين وأعداد من المرضى والمصابين داخل هذا المشفى، بالإضافة أيضا إلى تدمير البنية التحتية والتي أثرت أيضا على سير العملية الطبية ووصول عدد من الإصابات إلى المستشفيات، وبالتالي هناك ارتفاع واضح في حصيلة الضحايا والإصابات في عدد من المناطق. بإمكان القول أن هذا الأمر ألقى بظلاله بشكل كامل على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. فيما يتعلق بالغذاء، ما زالت الأزمة مستمرة في ظل عدم توفر كافة المواد الغذائية في قطاع غزة وإغلاق المحال التجارية، فقط القليل واليسير الذي دخل عبر شاحنات المساعدات القليلة خلال الأيام الفائتة. وهناك عدد من التصريحات والتي ألقاها الإعلام الحكومي في قطاع غزة تحدثت عن أن عشرات الشاحنات مكدسة على معبر رفح البري لم يتم السماح بإدخالها حتى هذه اللحظة، محملة بالمعونات الغذائية والمستلزمات الطبية، بالإضافة أيضا إلى شاحنات المياه والأكفان وغيرها من المساعدات، بالإضافة إلى الوقود والغاز والذي كان من المفروض مقررا زيادة نسبة دخول الوقود إلى قطاع غزة لأكثر من 183 شاحنة، ولكن ينتظر أن يتم إدخال هذه الشاحنات والمساعدات لانفراجة بسيطة داخل القطاع بما يلقي بظلاله على الوضع الإنساني داخل قطاع غزة. هذه الأوضاع تعاني في الآونة الأخيرة بشكل واضح، خاصة للظروف الجوية أيضا التي تعيشها العائلات والأسر النازحة في المناطق الجنوبية. نعم، طيب زياد، بالنسبة للأنفاق وإغراق الأنفاق بمياه البحر كما تم تداوله، هل بدأت إسرائيل فعلا في هذه العملية؟ وعسكريا يعني هل هي مضطرة بأنها مثلا تقصف محور صلاح الدين أو محور فيلادلفيا حتى تغرق الأنفاق التي تحته، أم الأمر مختلف عسكريا ما بين الإغراق والقصف؟ هو مختلف بطبيعة الحال، لكن إسرائيل لم تعلن أصلا بأنها بدأت في إغراق الأنفاق، هذا كان عمليا نشرا في صحف أمريكية، لكن على الأرض إسرائيل لم تعلن أبدا أنها بدأت في إغراق الأنفاق، وإن كانت المعلومات تقول بأنها تجرب هذا الموضوع في أنفاق شمال غزة، وهي أنفاق في معظمها باتت خالية، أنفاق صغيرة ليست مثل التي في الجنوب. هذه واحدة من الاحتمالات أو الاختبارات التي لدى الإسرائيليين ليجربوها في مواجهة هذا السلاح الاستراتيجي لحركة حماس وهو سلاح الأنفاق. بالنسبة لمحور صلاح الدين، هذا الأمر واضح، يعني هناك ضرورة لمعالجة هذه الأنفاق كما تقول إسرائيل، ليس معروفا كيف، هل هو بالإغراق أم بالتدمير، لا أحد يعرف حاليا الفكرة الهندسية الإسرائيلية، لكن إسرائيل رسميا لم تعلن أبدا بأنها أصلا بدأت بإغراق الأنفاق. نعم، طيب
خولة، بالنسبة الآن يعني درجة الحرارة تبدأ في الانخفاض، صفي لنا حال الأطفال، حال من هم يتكدسون في الملاجئ وفي المدارس أيضا وبعض المستشفيات، هل أي مساعدات دخلت؟ بالنسبة للتكاتف الاجتماعي أيضا داخل قطاع غزة، كيف يتعاطوا الناس بينهم وبين بعض؟ نعم، فعلياً عملية المساعدات التي تدخل هي فقط مساعدات غذائية، سواء كان إذا أردنا أن نخصص الحديث عن النازحين. المساعدات الغذائية بطبيعة الحال غير كافية، ولكن الأوضاع التي يعيشونها النازحين في هذه المناطق هي أوضاع كارثية. هم بحاجة إلى أغطية، ملابس شتوية، وإلى أماكن مناسبة لاستقبال فصل الشتاء، ووسائل تدفئة أيضاً، وكل ذلك مفقود بطبيعة الحال نتيجة لهذه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. لذلك شاهدنا عشرات النداءات والمناشدات والأوضاع والصور التي وثقت أوضاع النازحين بشكل كبير، خاصة مع غرق الخيام، تكدس واضح داخل هذه الخيام، فقدان الأغطية ووسائل التدفئة، وبالتالي انتشرت عديد من الأمراض المرتبطة بأمراض الشتاء بشكل واضح، الأنفلونزا وأمراض المغص والإسهالات المعوية، وبالتالي العشرات من الأمراض والأوبئة التي قد تتكشف خلال الأيام القادمة، وفقدان كافة مقومات الحياة اليومية للأسرة الفلسطينية، والذي أثر بشكل مباشر على طبيعة وصحة هذه العائلات بشكل واضح، بالإضافة إلى المطالبات العديدة بتوفير أماكن مناسبة لهذه العائلات التي في منتصف الليل قد نشاهدها تخلي خيامها نتيجة للبرد ونتيجة لدخول مياه الأمطار إلى داخل هذه الخيام، وبالتالي فعليا الأوضاع كارثية حتى هذه اللحظة. التكاتف الاجتماعي موجود، ولكن قدر المستطاع، هذه الأوضاع الآن تمر بها كل العائلات الفلسطينية دون استثناء. كل من نزح، أكثر من 1,900,000 فلسطيني من النازحين يعيشون ذات الأوضاع إن لم يكن أسوأ من بعضهم البعض. نعم، شكرا جزيلا من دير البلاح كنت معنا الصحفية خولة الخالدي، ومن شمال إسرائيل الصحفية هبة مصالحة، وأيضا من الحدود الإسرائيلية أو من حدود قطاع غزة مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي، شكرا جزيلا لكم جميعا. مشاهدينا، استوديو الحدث مستمر وفيه بعد الفاصل. CNN تكشف أن نحو نصف القنابل التي قصفت بها إسرائيل غزة كانت قنابل غبية. صواريخ و25 طائرة، 67 ضربة برازمات الصواريخ، حرب المسيرات مفتوحة. ما الذي يحصل في كييف الآن؟ كيف تبدو تلك الاستعدادات وما تلك المحاور التي يمكن أن يأتي منها الهجوم الروسي هذه المرة؟ هناك حشودات في قرصون على أطراف الضفة الجنوبية من نهر دنيبرو. نحن أمام مرحلة جديدة في هذا الصراع. المنجل الاستراتيجي الروسي سيبقى كما هو، وهذه المرة الأولى التي تتعرض العاصمة الأوكرانية كييف لهجوم. هل يخشون من أن روسيا يمكن أن ترد في مناطقهم؟ كان هناك تدقيق أمني شديد، خاصة بعد سقوط مسيرتين فوق مبنى الكرملين. هناك نوع من تضليل في هذه الحرب. هل من الممكن أن نشهد تغيراً في شكل المعارك على الأرض؟ هي طفولة لا تعرف الحروب، العنف، القسوة، لا تعرف الكراهية. لكنها تدفع ثمن كل ذلك.
أهلا بكم مشاهدين من جديد. ذكرت شبكة CNN الأمريكية أن نحو نصف القنابل التي قصفت بها إسرائيل غزة من نوع جو أرض كانت قنابل غير موجهة وتعرف باسم القنابل الغبية، والتي تتسبب بسقوط أعداد كبيرة من الضحايا في المناطق المكتظة بالسكان. ونقلت شبكة CNN عن مصادر قولها إن من 40 إلى 45% من القنابل التي استخدمتها إسرائيل منذ بدء الحرب على قطاع غزة كانت قنابل غير موجهة، فيما كانت البقية ذخائر موجهة بدقة. وأوضحت الشبكة أن القنابل غير الموجهة أو غير الموجهة أقل دقة في إصابة أهدافها، وتشكل تهديدا أكبر على حياة المدنيين خاصة في غزة المكتظة بالسكان، ما يسبب ارتفاع أعداد القتلى المدنيين. كشف موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستعلق مرة أخرى تراخيص بيع أكثر من 20,000 بندقية أمريكية الصنع لإسرائيل بسبب مخاوف بشأن هجمات المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وأشار الموقع الأربعاء إلى أن قرار إرسال صفقة الأسلحة لمراجعة أخرى في وزارة الخارجية الأمريكية يوضح أن إدارة بايدن لا تزال تشعر بالقلق من أن الحكومة الإسرائيلية لا تفعل ما يكفي للحد من عنف المستوطنين المتطرفين. بين التصريحات اللافتة للرئيس الأمريكي جو بايدن أمس وبين تعليق تصدير البنادق لإسرائيل تغير واضح على ما يبدو في الموقف الأمريكي. ففي الأسبوع الأول من الحرب في غزة طلبت إسرائيل البنادق لفرق الاستجابة الأولية المدنية في القرى الإسرائيلية القريبة من الحدود مع غزة ولبنان وسوريا. هذه الفرق المكونة من السكان المحليين تتلقى أسلحة وتدريبا من الشرطة الإسرائيلية لتكون أول المستجيبين في حالة وقوع أي هجوم. لكن إدارة بايدن هنا تعاملت بحذر مع الطلب الإسرائيلي، وذلك بحسب أكسيوس الذي أوضح أن هذا يرجع إلى مخاوف من توزيع وزير الأمن القومية اليمينية المتطرف الذي يشرف على الشرطة إتمار بنغفير البنادق على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية. ولم توافق هنا إدارة بايدن والكونغرس على ترخيص التصدير لشركات الدفاع الأمريكية إلا بعد التأكد من أن الأسلحة لن تذهب إلى فرق مدنية في المستوطنات اليهودية. لكن هنا الموقع نفسه، ونتحدث هنا عن أكسيوس، كشف أنه بعد عدة أسابيع من الموافقة على الصفقة قررت وزارة الخارجية الأمريكية إبطاء العملية وإخضاع التراخيص لمراجعة جديدة. الخارجية الأمريكية أعلنت أن إسرائيل أقرت بأن التقاط ونشر صور لعشرات المعتقلين الفلسطينيين في قطاع غزة مجردين من ملابسهم كان غير مناسب، وتهدف وتعهدت أيضا بالتخلي عن هذه الممارسة. وكانت الولايات المتحدة أعربت علنا عن قلقها إزاء نشر هذه الصور، وأشارت إلى أنها طلبت توضيحات من السلطات الإسرائيلية. والتقطت الصور في منطقة بيت لاهيا في شمال غزة، فيما تمكن الأهالي من التعرف على ذويهم. مشاهدينا، لنناقش كل هذه النقاط التي ذكرناها قبل قليل، من بيروت ينضم إلينا الكاتب السياسي سام نسة، وأيضا ينضم إلينا من جنين الدكتور أيمن يوسف أستاذ الدراسات الدولية في الجامعة الأمريكية في جنين. أهلا وسهلا بكما. سأبدأ مع حضرتك دكتور من جنين. دكتور أيمن، يعني أولا الخلاف ما بين بايدن والرئيس الأمريكي ونتنياهو، هل هو خلاف فقط على مسألة توزيع الأسلحة على المستوطنين، أم ممكن أن يؤدي هذا الخلاف إلى تراجع إسرائيل عن مخططها في قطاع غزة؟
نعم، تحياتي لكم وللضيف الكريم. أعتقد لا، السياق أكبر، يعني أكيد قضية الاستيطان والمستوطنين وغلاة المستوطنين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية جزء من هذا، يعني التحول في الموقف يعني الأمريكي. لكن يبدو أن هناك إشكاليات بنيوية ما بين الإدارة الأمريكية الحالية وحكومة نتنياهو على وجه يعني التحديد. لذلك حتى جاءت يعني زيارة يعني جاك سوليفان وحتى وزير الدفاع الأمريكي لإسرائيل وللمنطقة في ضوء هذه التحولات. يعني نتنياهو يظهر بشكل واضح يعني عناده وعنجهيته وعدم تقبله للكثير من الآراء والسيناريوهات الأمريكية التي توضع لقضية العدوان على غزة، للمسار السياسي، لقضية التبادل، ولقضية حتى العدوان بشكل كامل. لذلك أعتقد هي أحد أدوات الضغط، يعني تأخير هذه الصفقة هو أحد أدوات الضغط التي تحاول من خلالها يعني إدارة بايدن ممارسة شكل من أشكال الضغوط يعني النفسية والمعنوية على حكومة نتنياهو وعلى نتنياهو يعني بوجه التحديد. طيب سيد سام منسى معنا أيضا من بيروت، أهلا وسهلا. أهلا بك. أهلا سيد سام. يعني عندما تتحدث شبكة السي إن إن أن نصف القنابل التي قصفت بها إسرائيل غزة من نوع جو أرض هي كما يطلق عليها قنابل غبية غير محددة الأهداف، ماذا يعني ذلك؟ يعني هل قطاع غزة هو تجربة للأسلحة الأمريكية المستخدمة من جانب إسرائيل، أم هو فعلا تحرك مقصود؟ لا، أنه يعني إلى حد ما هو الغاية الإسرائيلية من استعمال مثل هذه القذائف هي عملية التدمير. يعني إسرائيل تسعى منذ 7 أكتوبر في عملية غزة إلى الانتقام. يعني هناك طبعا أهداف عسكرية واستراتيجية محددة من العملية الحاصلة، وهي كما تعلن إسرائيل اجتثاث حماس والقضاء على بنيتها العسكرية. هذا واضح من دون أدنى شك، هذا قد يقضي بعض الأعمال يعني بالشيء الذي يؤدي إذا ما أسمى باللغات العسكرية إلى collateral damage، يعني الأضرار الجانبية. إنما ما يحصل في غزة ليس فقط من هذا القبيل، ما يحصل في غزة واضح، وأن استعمال مثل هذه القذائف هو استعمال مقصود للتدمير، والتدمير بمعنى الانتقام، الانتقام لما حصل. وهذا جنون واضح مارسته هذه الحكومة اليمينية منذ تشكيلها. يعني قبل 7 أكتوبر هناك مشكلة في إسرائيل، ومشكلة كبيرة على المستوى الداخلي الإسرائيلي بين الإسرائيليين أنفسهم وبنية إسرائيل نفسها، ومشكلة أيضا بالنسبة لعلاقة إسرائيل بدول الإقليم. وتطورت المشكلة بمعنى أنها تحولت إلى مشكلة، أنا أعني أيضا قبل 7 أكتوبر، بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إسرائيل. المشكلة بين الإدارة الحالية، إدارة بايدن وإسرائيل، سابق ل 7 أكتوبر. أتت 7 أكتوبر لتثبت الأمريكيين فشل هذه الحكومة وخطر هذه الحكومة على المصالح الأمريكية في المنطقة. يعني عوضا أن تكون إسرائيل حامية للمصالح الأمريكية في المنطقة كما اعتدنا على ذلك منذ نشوء دولة إسرائيل، يعني بمعظم تاريخها من 40-50 سنة حتى اليوم كانت تعتبر إسرائيل حامية لمصالح أمريكا. اليوم تحولت إسرائيل مع نتنياهو قبل هذه الحكومة ومن خلال هذه الحكومة بخاصة وحتى اليوم، لا سيما بعد حرب غزة وخلال حرب غزة، إلى معرقل ومعطل، لبل يضر بمصالح الولايات المتحدة وأهدافها في المنطقة. هذا موضوع طويل يمكن أن نفصله، إنما العنوان العريض له أنها إسرائيل تحولت إلى معرقل للمصالح الأمريكية في المنطقة. واليوم نحن سوف نتوقع من الآن حتى أسبوع 2 أو 3، ممكن 3 أسابيع أو 4 أسابيع، سوف تتصاعد التوترات بين واشنطن وتل أبيب من دون أدنى شك. طيب، ولها مآلات وتداعيات لا ندري ما هي. طيب سيد سام، أنا لا أريد أن أغيب عن هذه النقطة الهامة بأنه تضرر المصالح الأمريكية بسبب الإسرائيليين. هل هذا يعني بأنه تكون هناك ردة فعل من جانب واشنطن، ليس فقط تعليق تصدير البنادق إلى إسرائيل، ولكن أيضا سحب القوات العسكرية المتواجدة؟ نتحدث عن حامل الطائرات متواجدة دعما لعملية لإسرائيل في العملية العسكرية. للأسف سيدتي المشكلة أعمق من ذلك. القوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة ليست فقط
لحماية إسرائيل. نعم. القوات المنتشرة في المنطقة هي لردع إيران، لأن إيران متورطة منذ اليوم الأول. على الأقل هناك انطباع تورط إيراني أثبتته الأحداث التي تلت عملية 7 أكتوبر وحتى اليوم، من الحوثيين إلى جبهة المساندة في لبنان، إلى القذائف أو الصواريخ التي تطلق أو أطلقت من العراق إلى آخره. إذن الحشد الأمريكي لا يهدف فقط إلى حماية إسرائيل، وإسرائيل أعتقد بأني أنا ماني خبير عسكري ولا أفهم بهذا الموضوع، لعلها قادرة على حماية نفسها، ولكنها تغولت يعني زي اللي شعرت بأنه عندها دعم أمريكي في المنطقة بوجود حاملة الطائرات تردع إيران التي هددت بالتدخل. هذا ما ساعد إسرائيل بأنها تتمدد في عملياتها العسكرية، لا تقف فقط على الشمال، ولكن يعني على يعني ممكن حتى على موضوع مصر يعني، وهذا هنناقشه كمان. لا، المشكلة هي أن إسرائيل، في قول بالعربي مثل يمكن يعرفه زميلنا من رام الله، أنه عرف الحبيب مكانه فتدلل. إسرائيل تتدلل على الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها تعرف أن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تفرد بوجود إسرائيل، ولن تسمح القضاء على إسرائيل، ولن تسمح أن إسرائيل تهزم. هذه الثوابت في السياسة الأمريكية مهما ومن أيا كانت الحكومات الإسرائيلية. إنما هذا لا يعني أبداً أن الولايات المتحدة سوف تسمح باستمرار حكومة نتنياهو. هل تقدر قادرة على ذلك أم غير قادرة على ذلك؟ المشكلة أن الولايات المتحدة وفي الداخل الإسرائيلي لا يمكن تغيير الحكومة إلا بالوسائل الديمقراطية. شو يعني الوسائل الديمقراطية؟ انتخابات. يعني انتخابات أو أن يتستقيل أن المعارضة، يعني مثلا غانتس يغادر هذه الحكومة، شاس يترك هذه الحكومة، طبعا هذه الحكومة تسقط فورا، إذا تسقط بوساطة أو بوسائل ديمقراطية. نعم. طيب سأنتقل إليك يا دكتور أيمن، يعني إذا كان في تعليق على ما ذكره سيد سام، وأريد أن أعرف منك ماذا يعني بالنسبة لإسرائيل تعليق تصدير البنادق حتى لا يتم توزيعها على المستوطنين. هذه نقطة. النقطة الثانية حتى نكسب مزيد من الوقت، عندما يتم الحديث عن تحركات لوزير الداخلية بتوزيع الأسلحة على المستوطنين، أين هي حكومة الحرب التي تحدد الآلية التي يجب الاعتماد عليها؟ أم هناك مخطط في الخفاء بتأجيج الوضع في الضفة الغربية مثلا؟ نعم، يعني أنا بعتقد أنه يعني يجب أن نفصل ما بين التصريحات الأمريكية المرتبطة بإسرائيل كمصلحة استراتيجية ورصيد استراتيجي لأمريكا في المنطقة، كانت وما زالت وستبقى لفترة طويلة، وبين الاستهداف الأمريكي حاليا لحكومة نتنياهو. يعني إسرائيل تستهدف يعني بعض الوزراء بما فيهم نتنياهو وسموتريتش وابن جفير، على اعتبار أنهم هؤلاء محسوبين على شلة المستوطنين في الضفة الغربية، ويقومون على تأجيج الأوضاع يعني من شمالها إلى جنوبها. وبين إسرائيل يعني كدولة لها أمريكا معها يعني علاقة بنيوية يعني غائرة في التاريخ. أنا بعتقد قضية السلاح يعني وقضية يعني تأجيل هذه الصفقة يعني في شكل من أشكال التناقض، لأنه قبل كم يوم الإدارة الأمريكية بعثت آلاف الصواريخ، دي من قضية يعني قانون الطوارئ للأسف الشديد من أجل استخدامها في قطاع غزة، والآن يعني تحاول أن تروج أنها ضد ما يقوم به المستوطنون في الضفة الغربية. على أهمية هذه القضية، أنا بعتقد أنه المرامي والأهداف الأمريكي في هذه المرحلة ربما وضع جهود وضغوطات على نتنياهو من أجل توسيع هذه الحكومة. أمريكا لا ترغب المكون الأصولي من ابن جفير وسموتريتش وبعض الوزراء اليمينيين أن يكونوا جزء من هذه التوليفة، وبدلا منهم هي تحاول أن تضغط على نتنياهو بكل الوسائل الممكنة، ربما لضم يعني يائير لبيد وبيني جانس اللي هو أصلا في مجلس الحرب. هذه الحكومة أنا برأيي بتكون أكثر تمثيلا لإسرائيل في المحافل الدولية، تعطي شرعية أكثر للخطوات الأمريكية، كما أن هناك تخوف أمريكي أن الضغوطات الكثيرة يمكن أن تؤدي إلى استقالة نتنياهو في نهاية المطاف، وبالتالي هي تريد شخصيات وازنة من داخل المستوى السياسي الإسرائيلي حتى يكون قادر على رفع دولة الاحتلال والمضي قدما، لا سيما أن إسرائيل في معركة في ورطة تكتيكية واستراتيجية تجي في قطاع غزة. نعم. طيب سؤالي لك يا أستاذ يوسف، الآن طالما أنه الأمر مرتبط باستقالة نتنياهو من عدم استقالته، ماذا عن محاكمته؟ هل تعتقد بقاؤه يعني حامله من المحاكمة كونه متورط يعني ومتهم بكثير من قضايا الفساد؟
عشان هيك في الإعلام الإسرائيلي العديد من المقالات إنه هذه معركة نتنياهو الشخصية، يحاول أن يطيلها ويحاول حتى أن يؤجج الموقف يعني في لبنان وفي مناطق أخرى، ويحاول أن يدفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى مغامرة أكبر على مستوى الإقليم، وبالتالي إدخال المنطقة والعالم في إشكالية وأزمة كبرى. ممكن نتنياهو أن يتوصل إلى صفقة، يعني مغادرة المشهد السياسي مقابل عدم ذهابه إلى القضاء، هذه أحد السيناريوهات، أو أن يبقى في عناده وفعلا تدخل إسرائيل الحكومة الحالية ربما في أزمة كبيرة. كل السيناريوهات أنا برأيي مفتوحة على مصراعيها. طيب إحنا وقتنا انتهى سيد سام، ولكن حابة أعرف رأيك وقراءتك فيما يخص التحركات الإسرائيلية لضرب محور فيلادلفيا وذهاب النازحين إلى شمال سيناء، وهو ما تم الحديث عنه منذ انطلاق هذه العملية. هل ستنجح إسرائيل في تنفيذ مخططها؟ هتنشر قواتها في داخل معبر رفح أو في رفح من الجانب المصري لمنع هروب عناصر حماس؟ سيدخل اللاجئين أو النازحين إلى شمال سيناء؟ تصورك حول هذا الأمر بإيجاز لو سمحت. يعني بإيجاز شديد، من الصعب جدا اليوم المجتمع الدولي لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية أن تقبل بعملية، وكانت أعلنت عن ذلك بوضوح، لا تغيير الحدود ولا منطقة عازلة. طبعا إسرائيل تستطيع أن تصل إلى مناطق معينة لمحاصرة خروج مقاتلي حماس أو زعماء حماس، إنما هذا لا يعني أبدا، حتى الآن حد هذا لا يعني أبدا أن هناك ضوء أخضر لعملية نزوح سكاني من غزة إلى الأراضي المصرية، أو أن بقاء هؤلاء في مصر وتهجير من غزة. هذا الموضوع صعب جدا، حتى بقاء القوات الإسرائيلية في غزة إلى فترة طويلة هو أمر شبه مستبعد. نعم. حتى الآن وفي هذه المرحلة وضمن هذه الظروف إسرائيل بهذا الموضوع هي في مأزق. شكرا جزيلا من بيروت. شكرا لحضرتك الكاتب السياسي سام نسا، وأيضا كان معنا من جنين الدكتور أيمن يوسف، أستاذ الدراسات الدولية في الجامعة الأمريكية في جنين. شكرا جزيلا لكما. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن التحالف الدولي تصدى فجر اليوم لهجوم بمسيرة من ميليشيا موالية لإيران على قاعدة الشدادي بريف الحسكة في شمال شرقي سوريا. وأشار المرصد إلى أن محاولة الهجوم جاءت بعد ساعات من مهاجمة الميليشيا الموالية لإيران قاعدة التنف عند مثلث الحدود السورية العراقية الأردنية وقاعدة كونيكو بريف دير الزور الشمالي بمسيرة وقذائف صاروخية. كما ذكر المرصد أن الانفجارات دوت في القاعدة الأمريكية بحق الكونيكو للغاز بريف دير الزور جراء هجوم بطيران مسير وقذائف صاروخية انطلقت من ضفة الفرات الغربي ضمن مناطق سيطرة الجيش السوري والميليشيا الموالية لإيران. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استجابة مدمرة لنداء استغاثة أمس من ناقلة ترفع علم جزر مارشال. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن مدمرة تابعة لقواتها استجابت لنداء استغاثة من ناقلة تعرضت لهجوم من الحوثيين، مضيفة أن الحوثي أطلق صاروخين من مناطق سيطرته على الناقلة لكنه لم ينجح في إصابتها. كما أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن المدمرة أسقطت مسيرة انطلقت من مناطق سيطرة الحوثيين، مشيرة في السياق إلى أن مقاتلين حاولوا الصعود على متن الناقلة باستخدام زوارق لكنهم فشلوا. وختمت القيادة المركزية الأمريكية بالتنويه إلى أن الاستجابة لنداء الاستغاثة لم تخلف أضرارا بشرية أو مادية. بنى الحوثيون خلال السنوات الماضية ترسانات عسكرية متنوعة وشكلوا تهديدا مباشرا للأمن والسلامة في المنطقة، لكن الأمريكيين باتوا يرون الآن هذا الخطر لأنه يمس بالملاحة الدولية في واحد من أهم المعابر البحرية أي باب المندب. لكن جنرالا سابقا كشف للحدث أن القوات البحرية الموجودة حاليا في المنطقة لا تكفي لمواجهة هذا الخطر المستجد. بدأ الأمريكيون النظر إلى هجمات الحوثيين على أنها تهديد خطير، ويشمل هذا التهديد الجدي بشكل خاص الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب.
تصرفات الحوثيين تزعزع الاستقرار وهي خطيرة وخرق فاضح للقانون الدولي، وهذه مشكلة دولية تحتاج لحل دولي. لدى الأمريكيين الآن قوة بحرية في المنطقة، ولكن يبدو أنها غير كافية لمواجهة الخطر المستجد. الجنرال مارك كيميت عمل على تشكيل قوة بحرية مشتركة في السابق. عملت كثيرا على بناء تحالف للقضاء على القرصنة عند شواطئ الصومال منذ 15 عاما، وعندما أنظر الآن إلى بنية القوة المشتركة 153 أقول إنها غير كافية لجهة العديد وعدد السفن الحربية. سيكون وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في منطقة الشرق الأوسط لمناقشة تفاصيل تشكيل قوة دولية مخصصة لمواجهة الهجمات الحوثية، خصوصا أن الولايات المتحدة لا تريد مواجهة الحوثيين منفردة. أعتقد أن ذلك ضروري، وعندما كنا نشكل القوة المشتركة لمكافحة القرصنة في العامين 2008 و2009 تفاجأت من المشتركين كالصين وروسيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي والناتو، وكان تحالفا فعالا والنتائج كانت واضحة. يجب القول أيضا أن المخاطر التي يتسبب بها الحوثيون تذهب أبعد من تهديد الملاحة في المياه الدولية، وتصل إلى حيازة الصواريخ الباليستية والصواريخ العابرة والمسيرات، ويصل بعضها إلى أكثر من 1500 كيلومتر. وهذا يحتاج إلى معالجة تبدأ بتنسيق الدفاعات في منطقة القيادة المركزية وتنتهي بمنع الحوثيين من تهديد الدول الجارة. بيير غانم الحرث، واشنطن. استوديو الحدث مستمر وفيه أيضا. احتجاجات في غدامس الليبية تجبر تشكيلات عسكرية تابعة للدبابة على الرحيل. اشتباكات أسفرت عن مقتل 27. مشهد الاختطاف يتكرر بالدولة الليبية. هذه المسألة ستتكرر طالما أن السلاح منفلت في أيدي غير منضبطة. جهاز الردع كان قد سلم محمود حمزة. الاشتباكات لا تزال مستمرة. هناك أطراف تريد أن تفرض نفسها. إذن هل أوامر القبض طلعت من أجهزة الدولة؟ الصراع هو صراع نفوذ. ما شكل طريقة تسليم آمر اللواء 444؟ ولا توجد في ليبيا موزع عسكري حقيقي. كيف يمكن وصف الأجواء الآن؟ هذه الميليشيا تتفق على هدف واحد وهو رفض قيام الدولة الليبية. إلا بد أن تكون هناك سلطة واحدة في طرابلس وبعدها يمكن التسوية على مستوى ليبيا بشكل كامل. ليس هناك جهة محايدة في ليبيا سيدي. في صمت الأشياء من حولك، في كل حركة متناغمة وسكون، في الانتظار لانتهاء الألم، في كل ثانية تمر هناك أحداث، صراعات، في كل جزء من العالم، فكل لحظة ترسم مشهدا، تشكل خبرا، تصنع حدثا. أهلا بكم مشاهدينا من جديد.
في مدينة غدامس الليبية انسحبت تشكيلات عسكرية تتبع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بعد أن أشعلت توترا في المدينة. هذه المدينة تقع قرب الحدود مع كل من تونس والجزائر، وفيها معبر مع الجزائر الذي افتتح قبل أيام بعد 9 سنوات من إغلاقه بسبب فوضى المعارك وتدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا. افتتاح المعبر أثار جدلا داخل المدينة بسبب ما قال الأهالي إنه تصارع الجهات للسيطرة على المنفذ، وطالب الأهالي بفتح أو بوقف فتح هذا المعبر مؤقتا. ونظرا للأوضاع الأمنية السيئة التي حدثت في المدينة منذ الإعلان عن فتح المعبر الحدودي والذي يربط بين الدولتين الشقيقتين التي تربط بينهم علاقة تاريخية وجهاد مشترك، إلا أن فتح هذا المعبر في الوقت الحالي وتصارع الجهات الأمنية والقوات للسيطرة على المنفذ دون أدنى اعتبار لأهالي المدينة وأمنها وانتهاك الأملاك العامة والخاصة، مما ينذر بتدهور الأوضاع إلى الأسوأ. عليه نطالب كافة الجهات المسؤولة بإيقاف إجراء فتح هذا المنفذ وإخراج كافة المجموعات المسلحة خارج الحدود الإدارية لمدينة غدامس. نحن أهالي مدينة غدامس بكافة أطيافها نرفض رفضا قاطعا فتح المعبر، ونحمل الجهات المسؤولة عن ردود الأفعال قد تحصل من الأهالي. مجلس النواب الليبي دخل على خط الأزمة في غدامس وطالب هنا بخروج كافة التشكيلات المسلحة من غدامس وترك مهمة تأمينها لمديرية الأمن هناك، كما طالب بتحقيق عاجل بما جرى من انتهاكات بحق سكان المدينة وما لحق بهم من أضرار. الأهالي حملوا أيضا رئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير الداخلية وجهاز المخابرات العامة كافة المسؤولية للأحداث التي يقوم بها أفراد الجهات الأمنية والعسكرية القادمة إلى المدينة، وأعلنوا تعليق الدراسة وجميع قطاعات الدولة داخل المدينة. إلى السادة رئيس المجلس الرئاسي، السيد رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، السيد وزير الداخلية، السيد رئيس جهاز المخابرات العامة، نحن أهالي مدينة غدامس مدينة السلام، فإننا نحملكم كافة المسؤوليات للأحداث التي يقوم بها أفراد الجهات الأمنية والعسكرية القادمة إلى غدامس، والتي أحدثت الفوضى وإرعاب المواطنين واستعراض بالآليات العسكرية بإطلاق الرصاص واستباحة الأملاك العامة والخاصة داخل مدينة غدامس. ونطالب فورا بإخراج جميع هذه القوات أي إن كانت صفتها وتبعيتها من داخل غدامس، وإننا نطالب بإسناد مهمة التأمين إلى مديرية أمن غدامس دون غيرها، وإننا بهذا حفاظا على سلامة أهالينا نعلق الدراسة وجميع القطاعات الدولة داخل المدينة إلى حين إخراج الميليشيات والقوات الداخلة لغدامس الجديدة. قبل ذلك المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا طالبت بإخلاء مدينة غدامس من جميع المظاهر والتشكيلات المسلحة وضمان أمن وسلامة وحياة السكان المدنيين القاطنين بالمدينة، كما انضم عميد بلدية غدامس للاحتجاجات وقال في بيان مصور إن البلدية تدعو لإخراج كافة التشكيلات المسلحة من المدينة وتكليف مديرية الأمن بحماية المرافق. الأحداث والمشاكل التي ترتبت عن قيام بعض الأشخاص المنتمين للتشكيلات العسكرية المسلحة والذين قاموا بانتهاك السلم والأمن الاجتماعي بالمدينة، الأمر الذي ترتب عليه تصدي شباب المدينة لهذه الممارسات الخارجة عن العرف والقانون، عليه فإن المجلس البلدي لبلدية غدامس يطالب الجهات المسؤولة بتحمل مسؤولياتها والتدخل الفوري لإخلاء المدينة من المظاهر المسلحة وإخراج كافة التشكيلات المسلحة خارج الحدود الإدارية للبلدية.
ونحمل المسؤولين ذوي العلاقة كافة المسؤوليات عن أي تطور سلبي للأحداث قد يؤدي إلى ما لا تحمد إلى ما لا يحمد عقبه. كما نطالبهم بتكليف مديرية الأمن ببلدية تغدانس بالقيام بتأمين الأمن في المدينة وحوالي المدينة وكافة المرافق والجهات. مشاهدينا حتى نتعرف تحديدا ما الذي جرى في بنغازي ينضم إلينا الدكتور من بنغازي عفوا ينضم إلينا من هناك الدكتور فرج زيدان الباحث الاستراتيجي الليبي. أهلا بحضرتك معنا دكتور فرج. نريد أن نعرف منك ما الذي جرى تحديدا في غدامس، من هي، ما الذي حدث، ومن هي الجماعات التي تريد أن تسيطر على المعبر مع أمام الدبيبة؟ بداية تحية طيبة لحضرتك السادة هاني ولكل السادة المشاهدين والمشاهدات. طبعا في البداية اسمح لي في ثواني بسيطة بأن ما حصل في غدامس يظهر لنا مجموعة من الدروس. الدرس الأول بأن المجلس الرئاسي الذي يدعي صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة هو كيان هلامي وهمي لا دور له في هذه الأحداث. المسألة الأخرى بأن الميليشيات المسلحة هي أذرع لضرب الاستقرار ولتوتير السلم الاجتماعي كما جاء في بيان أهالي غدامس. النقطة الأخرى أن ما حصل الآن يثبت بأن هذه الميليشيات المسلحة أصبحت ذراع لعبد الحميد الدبيبة لتمرير صفقاته للبقاء، لأن هذه التصرفات الآن تتم بالتزامن مع التوجه باتجاه استحداث حكومة جديدة بديل لحكومة عبد الحميد الدبيبة. عبد الحميد الدبيبة ذهب في اتجاهين، الاتجاه الأول مع تركيا من خلال تمديد مدة بقاء القوات التركية لدعمه للاستمرار. النقطة الثانية فيما يتعلق بمسألة حوض غدامس وحوض غدامس النفطي والغازي الذي يحتوي على كميات كبيرة من الغاز، وبذلك هو يحاول إبرام صفقتين، صفقة مع إيطاليا في منطقة حوض غدامس وصفقة مع الجزائر. تلاحظين بأنه في الأيام الفائتة كان هناك مذكرة تفاهم باستئناف عودة شركة سوناتراك الجزائرية في هذه المنطقة تحديدا الآن، ومن ثم هو أراد أيضا أن يستميل الحكومة الإيطالية وبالإضافة إلى ذلك الحكومة الجزائرية لمزيد من البقاء الآن. لكن هذه المسألة كما قلنا الآن يعني أدت إلى تجاوز عبد الحميد الدبيبة لاتفاقيات تمت مع جهتين داخليتين، الجهة الأولى مع أهالي وأعيان مدينة غدامس. غدامس كواحة للسلام الآن منذ فترة هي محيدة للصراع تماما، ومن ثم رغبة عبد الحميد الدبيبة في استغلال حوض غدامس النفط الآن جعله الآن يعرض مدينة غدامس الآن وإدخالها في إطار هذه التجاذبات وهذه الصراعات. المسألة الأخرى ضرب الاتفاق أو الانقلاب على الاتفاق الذي تم مع أعيان مدينة الزنتان. كان هناك اتفاق مع مدينة الزنتان وأعيانها لكي تتولى إدارة تابعة لوزارة الداخلية فقط تأمين المعبر. الآن عبد الحميد الدبيبة يلتف على هذا الاتفاق ويضرب بهذا الاتفاق عرض الحائط الآن، ويقدم هذه التشكيلات المسلحة باتجاه هذه المنطقة للسيطرة عليها وفرض أمر واقع الآن. طيب هم يقول الأخبار تقول بأنه هناك جهات أخرى مقابل الدبيبة تسعى للسيطرة على المعبر، هل اتضح من هذه هي التشكيلات؟ نريد أن نعرفها هذا أولا. الأمر الآخر، كيف يمكن أن يؤثر على إعادة إغلاق المعبر وشل الحركة التجارية المرتقبة بأنها تحسن من الوضع المعيشي في غدامس؟ أولا نحن الآن نتكلم عن مجموعة من التشكيلات سميت بمسمى القوة المشتركة، وعلى رأسها الميليشياوي المدعو زوبي من مدينة مصراتة. هذه القوة المشتركة التي شكلها عبد الحميد الدبيبة خاصة الآن بعد إخراج التشكيلات المسلحة الموالية للمجلس الرئاسي ولمحمد المنفي، عندما نتكلم عن أيوب راس أو هيثم التجوري الآن، وفي إطار الولاء التام، وجعل أن التشكيلات في المنطقة الغربية التي هي تحت سيطرة حكومة عبد الحميد الدبيبة
تقوم بتحقيق الأهداف وتمرير الصفقات التي يسعى إليها عبد الحميد الدبيبة. ومن ثم نحن الآن نتكلم عن القوة المشتركة الذي يتمرها الميليشياوي زوبي هو من مدينة مصراتة. ولكن كما ذكرت لك هي المسألة الآن من قدوم هذه التشكيلات المسلحة الآن هو الآن السيطرة على حوض غدامس النفطي، خاصة منطقة الاستكشاف C7، وتكلمت عنها المؤسسة الوطنية للنفط في أكثر من مرة، وهي الآن التي يسيل إليها لعاب الشركات الإيطالية، وبالإضافة إلى ذلك رغبت شركة سوناتراك الجزائرية التي تم وأبرمت مذكرة تفاهم باستئناف نشاطها في هذه المنطقة منذ حوالي 10 أيام فائتة الآن. ومن ثم عبد الحميد الدبيبة يريد بغض النظر عن أي شيء السيطرة على هذه المنطقة الآن كنوع من التمهيد لبقائه خلال عام 2024 القادم. مع أن ذلك هي الحكومة التي ستشرف على الانتخابات، يعني باختصار جديد لأنه انتهى الوقت، وهذه لن تقبلها الأطراف الأخرى. نتكلم عن القيادة العامة، نتكلم أيضا عن البرلمان. المسألة الأخرى البيان، أصدر بيان قال نرفض أي مائدة تفاوضية فيها هذه الحكومة التي أسقطنا عنها ثقة. وبطريقة أو بأخرى هو يفشي كل المبادرات الأممية وأي عمليات الحل السياسي. شكرا جزيلا، دائما الحديث معك يا دكتور فرج زيدان ثري، حقيقة نستغل كل ثانية. من بنغازي الدكتور فرج زيدان الباحث الاستراتيجي الليبي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا بذلك نأتي إلى ختام الساعة الأولى من برنامج استوديو الحدث. دوما تابعوا الحدث على منصات التواصل الاجتماعي وتفاعلوا معها، وأيضا زوروا موقعنا الإلكتروني الحدث.net. دقائق ونلقاكم من جديد، إلى اللقاء. ما مدى إقدام المواطنين على المراكز لحمل السلاح ودعم الجيش في هذه المعركة؟ الجيش الآن غير قادر على أن يفرض الأمن في البلد. احنا تعبانين وجينا ما لقيناك. لأي حد هناك حركة مساعدات وتصل إلى المحتاجين. قوات الدعم السريع هي الآن في المنازل في المستشفيات وتطالب بأن تخلي هذه المناطق. يصعب الوصول ووصول هذه المساعدات لعدد كبير من المرافق باعتبارات كثيرة، من ضمنها انتشار القناصة على عدد من البنايات. أخرجونا من هذه الحرب، نحن بلد شعب مسالم. أعلنت الهدنة لأجل خدمة المدنيين، لماذا ربما عدم الالتزام من قبل قوات الدعم السريع؟ نحن أخي الفاضل تزنون تماما بالهدنة. يكون هناك طرف ثالث يبحث عن النفوذ. إن أنت لما تكون مسيطر على 90% من الخرطوم المفروض أنت تكون مسيطر على كل شيء. دعم سريع، هل هي جماعات فعلا مسلحة جاءت من خارج الحدود؟ خلفت ضحايا سواء من الطرفين قوات الدعم السريع أم الجيش أم حتى من المدنيين؟ هل سيفي الحوثي بالتعهدات التي قطعها أمام الأمم المتحدة؟ هم يريدون الوصول إلى سلام عبر الضغط العسكري وليس عبر بناء الثقة. 3000 يوم من الحصار، رسالتنا إلى المجتمع الدولي. الميليشيا الحوثية بتقصف مواقع القوات الحكومية بالمدفعية. اليوم هذه الميليشيات تمارس تمييز العنصري والتفوق العرقي. جماعة أيضا هي جماعة ذات ارتباط بالأجندة الإيرانية وصنعت لأذية الجيران. ما الذي بيد الحكومة للتصدي لكل ما تقوم به الجماعات الحوثية؟ الطريق هو المواجهة المسلحة مع الميليشيات والتحرير. الوضع الاقتصادي اليوم يتدهور وبحاجة إلى عملية إنقاذ عاجلة. الحوثيين لم يتركوا حقا من حقوق الإنسانية إلا واستهدفوه. كان يمكن للأمم المتحدة أن تتخذ حلولا أخرى. هل يمكن المجتمع الدولي أن يكون ضاغطا معكم ضد الميليشيات؟ منذ ولدنا ونحن نصارع الحياة نترك أشياء من أجل أشياء أخرى، نحاول جاهدين أن ندرك أن نعرف السر في الوصول إلى غايتنا من العيش الكريم بلا حروب أو صراعات أو جوع أو مآسف. لطالما كانت الأمنيات صعبة التحقيق والأحلام تبقى أسيرة الواقع الذي طالما ننتظره أن يتغير.
تتواصل المواجهات العنيفة، الوضع كارثي، هنالك معاناة كبيرة كما تشاهدون. كيف ستتعامل روسيا مع بدء الهجوم المضاد؟ الجيش الروسي فوجئ بأنه مضطر لحرب عصابات. خرسون وزاباروجيا تعاني كارثة إنسانية كبيرة جدا. هل يعني ذلك بالفعل لم تستطع موسكو حسم عمليتها العسكرية؟ المشكلة التي قد تفاجأ بها هي كسر الخطوط الحمراء. على الطرف الآخر، هذا هو خط الجبهة الأول، تم إجلاء 1700 شخص من مناطق خرسون المختلفة. نشر سلاح نووي في بيلاروسيا هو استعراض قوة أم رسالة تهديد؟ أظن الغرب هو يريد استنزاف روسيا. هذا الهجوم كان لابد أن يحدث. هذا كارثة لأوكرانيا. كيف يمكن بأن أوكرانيا يمكن أن تفجر السد الخاص بها؟ ماذا لو قيل لك أنك تعايش الآن أحداثا لم ترها البشرية من قبل، أخبارا غيرت مسار التاريخ وشكلت وبعثرت ورسمت قصصا وحكايا. احنا اليوم بنكهة ثالثة، تهجير ثالث. ماذا لو قيل لك إنك تشهد على مرحلة زمنية سيكون لها أثر على أجيال قادمة لعشرات السنين؟ أنت الآن تتابع الأخبار، تشاهد أحداثاً عالمية وهي تتشكل من حولك. تابع الحدث لحظة حدوثه. الآن استوديو الحدث. أهلا بكم مشاهدينا في الساعة الثانية من استوديو الحدث إلى العناوين. صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تقول إن تل أبيب لا تزال بعيدة عن شل قدرات حماس على الهجوم. القناة الإسرائيلية 12 تقول إن تل أبيب تبحث نشر قوات على الجانب المصري لرفح خشية هروب حماس. جنرال أمريكي سابق يكشف للحدث أن قوات بلاده البحرية في المنطقة غير كافية لمواجهة الأخطار الجديدة. فتح معبر غدامس الليبي الحدودي مع الجزائر يفتح باب صراع السيطرة عليه، وتشكيلات دبيبة تغضب المدينة وتغادر. أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت 4 دبابات ميركافا و4 ناقلات جند إسرائيلية في منطقة الشيخ الرضوان بمدينة غزة بقذائف الياسين. كما أعلنت كتائب القسام استهداف قوة إسرائيلية راجلة في حي الشجاعية بعبوات ناسفة، ما أسفر عن مقتل 10 ضباط وجنود حسب ما جاء في البيان. الجيش الإسرائيلي حث سكان منطقة خان يونس وشمال القطاع إلى إخلاء مناطقهم تحسبا لتنفيذ عمليات عسكرية مكثفة. الجيش الإسرائيلي هنا نصح سكان شمال القطاع بإخلاء أماكنهم بشكل عاجل بالتوجه من خلال طريق صلاح الدين نحو المآوي المعروفة في منطقة دير البلح بين الساعة 10 صباحا وحتى 4 مساء. وأيضا دعا سكان منطقة خان يونس لا سيما القاطنين في البلوكات 47 و55 و67 و59 و56 و106 و101
وأيضا 99 للانتقال إلى مآوي النازحين في أحياء تل السلطان والزهور والشابورة. وقال أيضا إنه سيتيح تنقل المدنيين الإنساني عبر المحور الالتفافي الواقع غرب خان يونس. أما التنقل من منطقة رفح وخان يونس باتجاه دير البلح والمخيمات الوسطى، فأوضح هنا الجيش الإسرائيلي أنه سيتاح عبر المحاور التالية: شارع الرشيد، البحر، وشارع الشهداء في دير البلح. ونهى الجيش الإسرائيلي سكان منطقة خان يونس من التنقل عبر محور صلاح الدين في المقاطع الواقعة شمال وشرقي المدينة، مشيرا إلى أن محور صلاح الدين يشكل ساحة قتال شديدة الخطورة. وكشف الجيش الإسرائيلي أنه سيعلق نشاطاته العسكرية بصفة مؤقتة لأغراض إنسانية في حي السلام في رفح اعتبارا من 10 صباحا ولغاية 2 بعد الظهر. أيضا رصدت الحدث أوضاع النازحين في ملاجئ خان يونس وكيف داهمهم الشتاء الذي تسللت أمطاره إلى خيامهم. نتابع. تداهم الرياح خيامهم في خان يونس، يحصنونها ما استطاعوا بالأخشاب والقطع البلاستيكية، يثبتونها مليا، ولكن زخات الشتاء تباغت كل محاولاتهم في النجاة. تبكي سماء قطاع غزة تشرد أهلها تحت أقمشة بالية، وتنسكب الأمطار على ثياب لا يملكون غيرها. انتعشت الأرض واختنقت صدورهم. يا سلام، أجي أحكي لك قصة الشتاء. إيش المية عامتها؟ كل فراش هذا انتلى مية، غرقنا أوعينا وحالنا غرقنا مية. رائحة مطر يشويهها فيضان الصرف ودخان الحطب، يطردون الماء عن مأواهم المؤقت حيث أصبح هطوله عليهم وبالا يزيد من أوجاعهم، حتى تلك الغصون ما عادت تلبي غليان وجبة عدس. لا عارفين نقعد لا برا الخيمة ولا جوا الخيمة، يعني هذه مش عيشة بالمرة، ما حدا بيرضى يعيش العيشة اللي احنا عايشينها. وفي كل يوم يمر تلغي هذه الملاجئ فرحة المطر، فقسوة الطقس عليهم إلى جانب نقص في كل مستلزمات مواجهة البرد يزيد من أرقهم. الخيام طايت هيك وضع صعب كتير، اليوم شتت علينا، دخلت المية، فيش أي نوع من المساعدات إلا قليلة جداً، بالأربع أيام ما شفناش حاجة، وهينا قاعدين نستنى يعني، ونفسنا كان نروح نشوف بيوتنا نطمن نشوف إيش ضايلنا إيش مش ضايلنا. تدور في أذهانهم أسئلة: أين يختبئون من تقلبات الجو؟ وكيف يرقدون ويتقاسمون النوم؟ وبما يطبخون طعاماً لمعدة خارت جوعاً؟ كل هذا بلا أدوات تعينهم على ضنك العيش. هيك برضو كمان عامت الخيام وعمنا وملابسنا وأوعينا، والخيام في خيام طارت، فإحنا طبعاً عشنا معاناة كبيرة جداً في الخيام في ظل الأوضاع الشتاء والبرد القارص، وحتى كمان في الليل حتى البطانيات والحرمات ومستلزمات الحياة والدفء والأواعي كمان الفرشات ما فيش. تطفح بقاع الشتات هذه بألم يقاومونه بما أوتوا من أمل، ومهما بلغت الصعاب يبتكرون حلولاً بسيطة لمواجهة تحدياتهم اليومية. في الضفة الغربية أفاد مراسل الحدث بمقتل 3 شبان فلسطينيين وإصابة آخرين في استهداف إسرائيل في جنين. ويواصل الجيش الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي عملية عسكرية واسعة في مدينة جنين ومخيمها بشمال الضفة الغربية، وهي العملية الأطول منذ 7 أكتوبر الماضي، والتي أدت حتى الآن إلى مقتل 11 شخصا من أهالي المخيم والمدينة. وعلى الحدود بين لبنان وإسرائيل، أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية الرسمية من قطاع التيار الكهربائي عن بلدة الطيبة بجنوب لبنان جراء قصف إسرائيلي. وذكرت الوكالة الرسمية أن القصف طال منطقة تلة العزية حيث توجد شبكة الكهرباء التي تغذي المنطقة. كما أفاد مراسل الحدث أن صاروخا مضادا للدبابات أطلق على موقع عسكري إسرائيلي في مستوطنة زرعيت، ما استدعى ردا إسرائيليا بالمدفعية والمسيرات. مشاهدين، حتى نناقش كافة التطورات من حدود قطاع غزة، ينضم إلينا مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي، وأيضا معنا من دير البلح وسط قطاع غزة الصحفية خولة الخالدي، وأيضا معنا من رام الله مراسل الحدث فالح نصير فالح، وأيضا معنا
على ما يبدو من شمال إسرائيل، الحدود الشمالية الإسرائيلية مع لبنان، الصحفية هبام صالحة. أهلا بكم جميعا، سأبدأ معك من دير البلح. خولة لك أن تضعينا في سير التطورات الأخيرة أولا، سواء كنا نتحدث على الجانب العسكري أو نتحدث على الجانب الإنساني. نعم، فعليا على الجانب العسكري هناك استهداف منذ قليل كان لأحد المنازل في وسط محافظة خان يونس، والذي أسفر عن ارتقاء أكثر من 4 أشخاص بالإضافة إلى عدد من الإصابات. واحدة من هذه الضحايا كانت لسيدة، وما زال البحث جاريا عن مزيد من الضحايا والمفقودين داخل هذه الأنقاض، وبالتالي عملية الإغارة على عدد من المناطق ما زالت مستمرة. العملية العسكرية على أشدها في هذه اللحظات، هناك محاولات تقدم للآليات والدبابات العسكرية في محافظة خان يونس، وبالتالي يمكن الاستماع إلى أصوات الاشتباكات في تلك المحاور بشكل واضح، بالإضافة إلى وجود عدد من القذائف الإسرائيلية التي أطلقت من قبل الآليات والدبابات العسكرية على المحاور الأساسية من محافظة خان يونس، المناطق الشرقية والمناطق الشمالية من محافظة خان يونس، والتي تفصل ما بينها وما بين مدينة دير البلح، تتعرض إلى وابل من هذه الغارات من حين إلى آخر، بالإضافة إلى المناطق الشرقية من دير البلح أيضا تتعرض إلى غارات عشوائية من قبل القذائف التي أطلقت من الآليات والدبابات العسكرية، عدا عن الغارات التي تشنها البوارج البحرية من حين إلى الآخر على المناطق الغربية الساحلية من محافظة دير البلح بالتحديد. أما المناطق الشمالية فبالإمكان القول بأنها مشتعلة عسكريا حتى هذه الأثناء، الاشتباكات جارية ما بين الفرقات الإسرائيلية المختلفة في الجيش الإسرائيلي، ما بينها وما بين الفصائل الفلسطينية، خاصة في محور الشجاعية. هذا المحور لم تتوقف فيه الاشتباكات على الإطلاق حتى هذه اللحظة، يسمع بأصوات الاشتباكات من حين إلى آخر حسب شهود العيان، بالإضافة أيضا إلى العبوات الناسفة وعمليات التفجير، بالإضافة أيضا إلى أن الجيش الإسرائيلي ما زال يمارس عدوانه في تلك المناطق بشكل واضح، من عملية حصار المستشفيات وإطلاق النار بطائرات الكواد كابتر، وأيضا عبر القناصة المتمركزين في عدد من العمارات السكنية، وأيضا الغارات الإسرائيلية التي تشن على المنازل ومراكز الإيواء. طيب خولة، بالنسبة لما قرأناه قبل قليل، وهو ما كان الرسم الميداني الذي رسمه الجيش الإسرائيلي في تحركات النازحين من منطقة إلى منطقة، هل بدأت فعلا عملية النزوح؟ هل لمستي في تحركات، في تغيرات مواقعهم؟ خرجوا مثلا من دير البلح، من خان يونس، اتجهوا إلى رفح؟ نعم، فعليا عملية النزوح تقريبا شارفت على الانتهاء في الأيام السابقة نتيجة للقصف الإسرائيلي، وليس بناء على توجيهات الجيش الإسرائيلي. فعليا هذه التوجيهات الآن تأتي في سياق التأكيد على إفراغ عدد من المناطق والمحاور التي يسعى الجيش الإسرائيلي بشكل واضح إلى عملية التوغل البري فيها، وهو يؤكد على محور الشرق الجنوبي لمدينة غزة وهي منطقة خان يونس، وبالتالي يحاول التأكيد على تلك المناطق أنها ما زالت أمنية أو أمنية عسكرية مغلقة، وبالتالي هو يحاول التخفيف من حدة وجود عدد من المدنيين في تلك المناطق، خاصة في ظل عملية الاجتياح وعملية التوغل البري والقصف المستمر في تلك المناطق. وبالتالي بإمكان القول بأن مناطق مدينة رفح تحديدا، وهي الوجهة الأخيرة للفلسطينيين في تلك المناطق، هي مكتظة للغاية. هناك عمليات نزوح من خان يونس إلى رفح، ولكنها ضئيلة في هذه اللحظة نتيجة لتقريبا انتهاء عملية النزوح من عدد من المناطق. محافظة دير البلح أو المحافظات الوسطى بالتحديد استقبلت أعداد كبيرة جدا أيضا في أوقات سابقة من النازحين من المناطق الشمالية، ولكن الآن عملية التنقل داخل محافظات غزة من أجل الوصول إلى المناطق الوسطى هو أمر بالغ الصعوبة وبالغ الخطورة في ذات الوقت. لذلك لا نترقب أو نتوقع عملية وصول لعدد من النازحين من المناطق الشمالية إلى هنا في ظل الظروف الأمنية التي تعيشها محافظة غزة والشمال، وفي ظل الحصار المطبق وأيضا عمليات إطلاق المستمر وتمركز القناصة والدبابات في عدد من المحاور وتغيير مواقعها من حين إلى آخر. وبالتالي هناك تخوف واضح في هذا الإطار، مع التأكيد أن أوضاع النازحين في كل المناطق هي أوضاع كارثية. نعم، سأنتقل إلى الله مع زميل فالح من هناك، لك أن تطلعنا كيف تسير الأوضاع حيث أنتم. يعني كنا نتحدث عن مقتل 3 شبان واستهدافات متكررة من الجانب الإسرائيلي لجنين وعدد من المخيمات، تفضل يا. بالفعل بمقتل 3 فلسطينيين في جنين ومخيمها يرتفع عدد القتلى إلى 11 قتيلا في ظل الحصار والهجوم الإسرائيلي على جنين ومخيمها الذي يرزح تحت حصار محكم لليوم 3 على التوالي، حيث دفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية كبيرة ويغلق مداخل ومخارج المخيم في وقت أصيب فيها العشرات جراء استخدام جنود الجيش الإسرائيلي الغاز المسيل للدموع، فضلا عن استخدام الطائرات
الطائرات المسيرة وأيضا استهداف عدد من المنازل بقذائف الإنرجا وتفجير منزل في الحي الشرقي في مدينة جنين. هناك حملة اعتقالات واسعة طالت 500 فلسطيني في جنين ومخيمها، بعضهم جرى الإفراج عنه، فيما أبقت السلطات الإسرائيلية على احتجاز الآخرين في وقت شنت فيه حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في الضفة الغربية شملت 18 فلسطيني، وبذلك يرتفع عدد الأسرى الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر إلى 4400 أسير زجوا في السجون والمعتقلات الإسرائيلية التي تكدست به المعتقلين الفلسطينيين مع تصاعد نهم العمليات العسكرية والاقتحامات والحملات واستمرار سياسة الباب الدوار. هناك أيضا في مدينة جنين ومخيمها جرى تعطيل الدوام المدرسي نظرا للأوضاع، والهلال الأحمر الفلسطيني قال إن الجيش الإسرائيلي يعيق حركة مركبات الإسعاف ويمنع الوصول إلى المصابين أو حتى المرضى الذين يحتاجون للعلاج من كبار السن في داخل المخيم، بالإضافة إلى نقص حليب الأطفال. هناك هجمة كبيرة ومحمومة على مخيم جنين منذ 7 أكتوبر، وقبل ذلك يدعي الجيش الإسرائيلي بأن هناك خلايا مسلحة فلسطينية تنشط في داخل المخيم وتقوم بتنفيذ عمليات إطلاق نار في المناطق المتاخمة لجنين. سياسيا يصل اليوم مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سلوفان إلى إسرائيل وكذلك إلى رام الله، سيلتقي بالرئيس محمود عباس وسيتم بحث جهود التهدئة وإدخال المساعدات وزيادتها إلى قطاع غزة مع استمرار هذه الحرب لليوم 69 على التوالي. وكان هناك إدانة فلسطينية للتصريحات الإسرائيلية وما جاء على لسان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الذي قال أنه لن يسمح بتولي السلطة لمقاليد الحكم في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، فيما رد أمين سر اللجنة التنفيذية حسين الشيخ الذي قال بأن الاتفاقات مع الجانب الإسرائيلي انتهت وأن اتفاق أوسلو انتهى تحت جنازير الدبابات الإسرائيلية في الضفة وغزة. طيب فالح، بالنسبة كنا قرأنا في بداية هذا البرنامج بأنه الولايات المتحدة علقت تصدير بعض البنادق إلى إسرائيل لتوزيعها على المستوطنين، هل لمست أي تحركات مختلفة من جانب المستوطنين في الضفة الغربية باختصار إذا سمحت؟ بواقع الأمر هذا لن يغير مما يجري أو من العقلية أو الصبغة التي تخيم على المشهد مع ازدياد هجمات المستوطنين على الفلسطينيين بالضفة الغربية تحديدا، نظرا لتداخل المستوطنات مع المدن الفلسطينية والقرى التي أقيمت عليها هذه المستوطنات أو أقيمت هذه المستوطنات على أراضيها، فضلا أن هناك شوارع مشتركة ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهناك حالة غضب لدى المستوطنين جراء ما حدث في 7 أكتوبر، لذلك يشنون هجمات ويستهدفون منازل الفلسطينيين والقرى بحماية الجيش الإسرائيلي. طيب، من شمال إسرائيل هبة مصالحة، لكن تطلعين على تحركات جديدة وإن كانت هناك إخراقات رصدت من جنوب لبنان، تفضلي. نعم، الطيران الحربي الإسرائيلي والمسيرات الإسرائيلية بالإضافة إلى المدفعية الإسرائيلية قصفت مواقع في جنوب لبنان بعد استهداف مواقع عسكرية في زرعيت وشميرة. مصادر إسرائيلية قالت إن الجيش الإسرائيلي شن هجمات استباقية في مواقع متفرقة في جنوب لبنان، استهدفت مواقع لحزب الله وبنى تحتية لحزب الله. خلال اليومين الماضيين لاحظنا أن هناك تغيير نوعي في مواقع الاستهداف في جنوب لبنان، كان هناك استهدافات لمواقع مدنية بالإضافة إلى رد حزب الله على مواقع مدنية وتدمير منازل، 15 منزلا دمر في المطلي على في الشمال أو شمال إسرائيل، وهذا على الرغم من الحديث عن أن هناك أقل تصعيدا على الصعيد الميداني في هذه المنطقة. على الصعيد الآخر على الصعيد الآخر، واشنطن نصحت إسرائيل بعدم فتح جبهة أخرى في الحرب وشن هجوم واسع النطاق على حزب الله. تقارير إسرائيلية أيضا تحدثت عن أن إسرائيل كثفت من جهودها الدبلوماسية في محاولة لتحريك عملية
سياسية من شأنها أن تفضي إلى إبعاد حزب الله هذا سياسيا إلى شمال نهر الليطاني. نعم. وهناك شرطين أساسيين. هذا ناقشنا يا هبة اللي ما جرى في شمال نهر الليطاني، ولكن حتى لا يضيع علينا الوقت نريد أن ننتقل أيضا إلى حدود قطاع غزة مع مدير مكتب. نعم. الحدث في فلسطين زياد حلبي. نختم معك زياد، نريد أن نعرف منك التطورات الميدانية، وأيضا إن كانت هناك أي تحركات عسكرية إسرائيلية فيما يخص محور فيلادلفيا وأهمية هذا المحور محور لإسرائيل في هذا التوقيت تحديدا. زياد مو سامعني؟ طيب خولة، إذا في مجال أنك ترصدين لنا الصورة من خلفك، أنا أشاهد عدد كبير من التحركات، عادة أنت تقفين عند مستشفى أو أين تقفين؟ نعم، هذه التحركات خلفي هي طبيعية للغاية في منطقة مستشفى الشهداء الأقصى، عملية استلام جثامين ضحايا قد سقطوا في وقت سابق من هذه المناطق، وبالتالي هذا المشهد لربما هو مشهد اعتيادي. في بعض الأحيان يكون هذا المشهد أو هذه المنطقة مكتظة للغاية نتيجة لأعداد الضحايا، ولكن صباح هذا اليوم يعني تم دفن عدد كبير من الضحايا الذين وصلوا في أوقات سابقة إلى هنا إلى مستشفى الشهداء الأقصى. هناك عمليات تحضيرات بالإضافة أيضا إلى استقبال مزيد من الإصابات في وقت لاحق، لأنه يتوقع أو تتوقع الطواقم الطبية دائما أن يكون هناك استهدافات في عدد من المناطق وفي أوقات متفرقة، لذلك يكون دائما على استعداد تام من أجل استقبال مزيد من الضحايا ومزيد من الإصابات. هناك عائلات مكلومة في هذه المنطقة فقدت أعداد من أسرها، أوضاع النازحين أيضا هنا أوضاع صعبة للغاية، نحن نتحدث عن أكثر من 35 ألف نازح ونازحة في هذه المنطقة، وبالتالي الاكتظاظ هذا مبرر نتيجة لوجود عشرات ومئات الخيام الموجودة في باحة مستشفى الشهداء الأقصى والذين يعيشون ظروفا إنسانية صعبة للغاية. نعم، شكرا لك يا خولة. لا أعلم إذا كان الزميل زياد يسمعنا الآن. زياد مو سامعني. طيب على ما يبدو في خلل تقني، نقدر ذلك، نتمنى أن نعود إلى زميل زياد قبل أن يداهمنا الوقت بانتهاء هذه الفقرة. طيب سأنتقل إلى رام الله. فالح، كنت تتحدث عن بعض المباحثات السياسية، هل هناك لستة مثلا من الطلبات من السلطة الفلسطينية ستقدم إلى جون سوليفان عندما يأتي في زيارة إلى رام الله؟ الأدوات التي يتم الحديث عنها في الضفة الغربية ممكن أن تستخدمها السلطة للضغط على الجانب الأمريكي طبعا، وبالطبع بذلك يندرج ويتضمن بالضغط على إسرائيل. الجهد ينصب الآن على وقف العدوان على قطاع غزة، وهو ما أكدت عليها القيادة الفلسطينية مرارا وتكرارا، للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار وإنهاء هذه الحرب المستعرة والمستمرة لليوم 69 على التوالي. فيما أيضا تعبر القيادة الفلسطينية عن غضبها من حجم التصعيد الذي تقوده إسرائيل في الضفة الغربية، ليس فقط على جبهة قطاع غزة، وإن كانت الضفة الغربية توصف بأنها هادئة نسبيا مقارنة مع ما يجري في قطاع غزة، وأن إسرائيل تستغل ما يجري في قطاع غزة لتنفيذ مخططاتها في الضفة الغربية. وهناك تصريحات أمريكية تتحدث عن أهمية تحقيق حل الدولتين. القيادة الفلسطينية تريد من الولايات المتحدة الأمريكية أن تنتقل من مربع الأقوال إلى مربع الأفعال بإلزام إسرائيل بالاتفاقات الموقعة وبتحقيق حل الدولتين حتى ينعم الجميع بالأمن والاستقرار. شكرا جزيلا من رام الله مراسل الحدث فالح نصير، وأيضا من شمال إسرائيل الصحفية هبة مصالحة، ومن دير البلح أيضا كانت معنا الصحفية خولة الخالدي، ومن حدود قطاع غزة مدير مكتب الحدث في فلسطين الزميل زياد حلبي الذي لم يعني يكن لنا حظ بأن احنا نتواصل معه اليوم نتيجة لخلل فني. شكرا جزيلا لكم جميعا. مشاهدينا استوديو الحدث مستمر وفيه أيضا.
القناة الثانية عشرة الإسرائيلية تقول إن تل أبيب تخشى هروب عناصر حماس أو تهريب رهائن عبر مصر. ما يتم الآن هو رسم خطوط لهذا التماس. فقد عزز الجيش السوري والقوات الروسية وجودهما. روسيا لن تنسحب من سوريا ولكنها الآن تعيد إعادة التموضع. هنا قبالة مدينة عين العرب، هدوء حذر في الجانب التركي. موقف وزير الخارجية الروسي هو ضوء أخضر. هل فعلا تركيا ستبدأ بهذه العملية العسكرية؟ تستجيب قسد بشكل جدي للتهديدات التركية. هناك قوات سورية تسيطر ومدعومة من قبل الروس. النظام مستعد أن يقسم سوريا كلها حتى يبقى موجود. أمام أي خيار الحكومة الإيرانية الآن؟ هناك عشرات الرصاص من مهندسي عفريت التي تسيطر عليها القوات التركية. هي حرب صمت، من يصمت أكثر عن تصرفات أنقرة في الشمال السوري. ومن سيكون داعم لقوات سوريا الديمقراطية في هذه المعركة؟ ماذا عن النظام ودور النظام؟ نتحدث هنا عن أراضي سوريا. كان يوما طبيعيا أو يبدو كذلك، لا شيء يختلف، انتظار، انشغال وسكون. كانت لحظة تسبق الخبر بقليل، ثم يبدأ حدث يؤثر على حياة الناس. تفاصيل تختلف، قصص تتشابه، ويبقى الإنسان هو محور الحدث. بكم مشاهدين من جديد. قالت القناة الإسرائيلية الثانية عشرة إن السلطات الإسرائيلية تبحث إمكانية نشر عناصر أمن إسرائيليين على الجانب المصري من معبر رفح بدعوى التأكد من عدم إقدام عناصر من حركة حماس على الهروب أو تهريب رهائن إسرائيليين لدى فصائل المقاومة في غزة إلى مصر. القناة ذكرت أن هذه الإجراءات الأمنية التي تطالب بها إسرائيل هي موضوع مباحثات وعملية تنسيق أمني تجرى في هذه الأثناء بين الجانبين المصري والإسرائيلي. يأتي ذلك فيما أفادت تقارير إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي يراقب محور صلاح الدين الواقع بين مصر وقطاع غزة المحاصر بحجة العمل على إحباط محاولات محتملة لهروب قيادات من حركة حماس أو تهريب رهائن إلى مصر. لمناقشة هذا الموضوع وتداعياته من القاهرة ينضم إلينا الدكتور صبحي عسيلة، رئيس تحرير مجلة مختارات إسرائيلية، وأيضا معنا من بيروت الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية العميد خالد أحمد. أهلا بكما، سأبدأ معك من القاهرة. ما طبيعة التنسيق الأمني بانتشار قوات إسرائيلية على في رفح في الجانب المصري؟ هل مصر تنسق فعليا مع إسرائيل في هذا الموضوع، وانعكاسات ذلك على مصر؟ أستاذة تهاني، طبعا في هناك تنسيق، يعني من حيث المبدأ هناك تنسيق أمنيا بين مصر وإسرائيل، كما أن هناك تنسيقا مصريا مع عديد من الدول. وفي الحالة الإسرائيلية طبعا هناك تنسيق لحفظ الأمن في هذه المنطقة، ولكن أبدا لم يحدث أنه تناول هذا التنسيق موضوع أن تكون هناك كما تدعي القناة 13 الإسرائيلية أنه يبقى في يعني أفراد من الأمن على الجانب المصري من المعبر. يعني هذه تاني مرة أخرى اختلاق الأكاذيب، محاولة اختلاق معارك هامشية
الأمريكية بشكل أو بآخر لي يعني توتير الموضوع وصرف الأنظار عن القضية الأساسية وهي تهجير الفلسطينيين من الأراضي الفلسطينية، ويعني محاولة الضغط على مصر والضغط على كل الوسطاء بهذه الطريقة الملتوية في الحقيقة لا تنسيقا أمنيا بين أي دولة وأخرى يقتضي أن تدخل قوات من الجانب الآخر إلى هذا الجانب. لماذا تدخل هذه القوات أصلا من الأساس إلى الجانب المصري؟ ما المهمة التي يمكن أن تؤديها؟ لديهم الجزء من المعبر داخل الأراضي الفلسطينية، إن كانوا يريدون متابعة هذا الأمر فليفعلوها من داخل الفلسطيني، ولكن لا حاجة لهم ولا حاجة لنا، ولن نوافق ولا توافق مصر بأي حال من الأحوال، وهذا ليس مجالا للحديث من الأساس. طيب أنا تعتقد في تنسيق أمني؟ نعم طيب طبعا هناك تنسيق أمني أكيد موجود، بس أنا يا دكتور صبحي أنا تحديدا يعني استهدفت هذه النقطة، لما إسرائيل تقول بأنها تخشى من دخول عناصر من حركة حماس إلى الجانب المصري وتهريب رهائن إلى الجانب المصري، الجانب المصري هل يقرأ بأنه ذلك ليس فقط ضغط وإحراج لمصر ولكن توريط مصر أيضا؟ بكل تأكيد أيضا نحن نرى ذلك في إطار الأكاذيب التي تدعيها الجانب الإسرائيلي، وهي فعلا محاولة مصر تعرف كيف تحفظ الأمن في هذه المنطقة وكيف تحافظ على حدود أمنها القومي، وإذا كان هناك خشية من أن هؤلاء يهربون فلماذا يطرح الآن هذا السؤال من هذه القناة أو من جانب الإعلام الإسرائيلي؟ هذه الخشية يفترض أنها إذا كانت لدى الإسرائيليين قد كانت موجودة منذ 70 يوما حتى اليوم. الآن هذه كلها أكاذيب تطلقها إسرائيل توزيها القيادات السياسية والذات بنيامين نتنياهو حتى يجد ذريعة أو يبرر الفشل الذي يحدث الآن، هو يجد يحاول أن يجد مبررا لتواجده أو لقصفه جنوب قطاع غزة، والآن حتى لتواجده في محور صلاح الدين يحاول أن يقول أن حماس موجودة في هذه المنطقة وأن هو موجود في هذه المنطقة حتى لا يهرب هؤلاء ويقال عبر مصر، وهذا أيضا غير مطروح، وإذا كان الهروب سيتم عبر مصر الآن فلماذا لم يتم عبر 70 يوما من هذه المواجهة وهذا القصف العنيف؟ طيب سننتقل إلى بيروت سيد خالد، عسكريا التحركات الإسرائيلية ما مدى أهمية محور صلاح الدين ومحور فيلادلفيا كما يطلق عليه في الجانب الإسرائيلي لتنفيذ كل وسائل الضغط التي تقول عنها لترحيل النازحين من داخل الأراضي الفلسطينية إلى شمال سيناء؟ يعني طبعا محور صلاح الدين هو محور أساسي يسير من يوصل شمال القطاع بجنوب القطاع. في المراحل الأولى للقتال كانت تريد إسرائيل السيطرة عليه لمنع أي تواصل كما هي تدعي، لمنع أي تواصل بين الشمال والجنوب عبر هذا المحور، علما بأن هناك بنية تحتية يعني ولا لزوم لهذا المحور للتواصل إذا كان هناك طبعا مخاطر عسكرية. ثم بعد السيطرة على هذا المحور أصبح يعني يستعمل هذا المحور للتنكيل بالفلسطينيين لدى انتقالهم من الشمال إلى الجنوب. يعني هي قالت في البداية إسرائيل أنها تريد أن تسيطر على هذا المعبر لكي تدفع بالفلسطينيين من الشمال للذهاب إلى الجنوب، بعد ذلك أصبحت تطلق النار عليهم في هذا المحور يعني وتم قتل العديد منهم. هي لم تقصف المحور حتى الآن نتيجة طبعا هي ما قصفت المحور حتى الآن، يعني هو المحور رابط بين قطاع غزة ومصر، إذا قصفته يعني هل تعتقد بأن إسرائيل بعد كل هذه التصريحات والأكاذيب كما قال دكتور صبحي هل ممكن تقصف هذا المعبر في محاولة للضغط ووضع مصر في أمر واقع؟ يعني أعتقد أنا أنه كل ما تقوم به إسرائيل هو محاولة للهروب إلى الأمام وللتغطية على الفشل، وأنا لا أقول أنه هو محاولة لإحراج مصر، مصر لا تحرج بهذا التصريح التافه، ولكن هناك محاولة للقول أمام ربما الجمهور الإسرائيلي أنه لازالت إسرائيل قادرة على الإملاء ولازالت إسرائيل قادرة على وضع يعني ضوابط لما يحصل وأنها تسيطر وهي قادرة على استباق ما يقوم به المقاتلون الفلسطينيون. كل هذا الكلام يعني يصب في نفس الخانة التي درج عليها القادة الإسرائيليون بالتهديد سواء بالتدمير وسواء بوضع مهل زمنية فاشلة وسواء بالقول أنه سيستعيدون الأسرى بالعمليات العسكرية، يعني هذه التهديدات التي تطلق يمنة ويسرى هي نوع من الحرب النفسية، المقصود منها هي محاولة القول ربما للبعض لا زال يؤمن يعني بأن هذه الحكومة الإسرائيلية وهذه القوات العسكرية قادرة على إنجاز أو تحقيق شيء ما.
ما. هذا يعني من جملة التعبئة التي تحصل والتي أعتقد أنها لن تؤدي إلى أي نتيجة. ثم يعني هل يعني كيف يعقل أن تقول إسرائيل أنها مثلا سترسل عناصر إلى الجهة المصرية؟ يعني هل يعني تعتقد إسرائيل أنها هي بصدد أو ممكن أن تكون في موقع يعني تقييم الأداء المصري أو وضع قيود عليه؟ يعني فعلا هذا جنون إسرائيلي بكل الاتجاهات، يعني جنون سياسي وجنون أمني وجنون إعلامي وجنون عسكري. نعم دكتور صبحي، يعني حتى الآن لم يخرج أي تصريح من مصر على هذه التصريحات الإسرائيلية، ليه؟ يعني باختصار لأنه كلام تافه، يعني كما قال سيادة العميد من بيروت، لأنه كلام تافه والرد عليه ربما يعطيه بعض من القيمة. وأنا يعني أتصور أن القاهرة معروف عنها يعني تحسب تماما ما الذي ترد عليه وكيف ترد عليه. الآن القاهرة توضع هذا، تتابع هذا الوضع عن كسب. الأمور يعني ربما تتطور إلى تصعيد إن صح مثل هذه التصريحات، وإن صحت نية بنيامين نتنياهو أنه يتواجد في محور صلاح الدين، وهذا المحور لدينا فيه اتفاق وموجود أيضا أفراد من الأمن المصري، 750 فرد لحفظ الأمن في هذه المنطقة على الجانب المصري طبقا لاتفاق تم في 2005، وهو ما زال قائما حتى هذه اللحظة. الجنون الذي تحدث عنه سيادة العميد من بيروت هو فعلا جنود، وأنا أقول عنه حالة هستيريا تسيطر على الإسرائيليين. وربما أكون يعني منصفا إذا قلت أن الأمريكان منزعجون أيضا من مثل هذه التصريحات، لأنها يعني تصعيدا غير مقبول وغير مبرر وغير محسوبة عواقبه مع الجانب المصري. لكن إسرائيل لا يمكن السماح بالوصول إسرائيل على خلاف مع نتنياهو الآن، وإسرائيل على ما يبدو بأنها لا تنصاع لما تقوله الإدارة الأمريكية. محور صلاح الدين وأهمية هذا المحور في الاعتبار المصري، إذا قصفت إسرائيل محور صلاح الدين، الموقف المصري هنا ماذا؟ لا أستاذة تهاني، يعني قصف هذا المحور، هذه منطقة موجودة على الحدود مع في الجانب الفلسطيني، ليست موجودة داخل الحدود المصرية. طيب صلح لي المعلومة وحضرتك بتشرح. المحور هذا إذا تم قصفه هو إجبار النازحين للدخول إلى شمال سيناء، بمعنى أنها راح ترحل النازحين من رفح إلى سيناء بالقوة العسكرية، يعني إذا جاز لنا تعبيرها. مصر هنا إيش موقفها؟ يعني أنا أقول أن هذا هو السيناريو الأسوأ والسيناريو الكارثي الذي حذرت منه مصر، وما كنت أقول لحضرتك قبل إجابتي على هذا السؤال أن هذا تصعيد غير مقبول، لأنه سيفتح تصعيدا في هذه المنطقة وصراعا في هذه المنطقة لن يتحمل أحد عواقب هذا التصعيد، لأنه هذا يعني اشتباكا واستفزازا عسكريا لمصر. وهذا قلنا منذ اليوم الأول، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ذلك خط أحمر، تهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية على حساب مصر هذا خط أحمر، والجيش المصري مستعد تماما لحماية هذا الأمن، أعلن ذلك بدل المرة ألف مرة، ولا تهاون في هذا الموضوع. إن كانت إسرائيل تراهن أو تقامر بهذا الموضوع، فإن الولايات المتحدة ومعها إسرائيل لن يمكن أن يكون أمنا واستقرارا في هذه المنطقة، لأن مصر قادرة وتعرف كيف تحفظ الأمن في هذه المنطقة طبقا لكل اتفاقياتها الدولية سواء مع إسرائيل حتى مقررات الشرعية الدولية. نعم. المتعلقة بالقضية الفلسطينية. مرة أخرى أقول أن هذه التسريبات هي محاولة لمغازلة الداخل الإسرائيلي والمتطرفين الإسرائيليين، وربما يستخدمها نتنياهو أو تسريبها لأنها لم تخرج على لسانا رسميا، تسريبها أيضا حتى للضغط ومناوئة الولايات المتحدة الأمريكية، التي أختلف مع حضرتك أنه لن يستطيع أن يعارض رغبة جدية من الولايات المتحدة الأمريكية. هو ما زال يعتقد أن لديه المساحة للاختلاف المعلن مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع بايدن. هذا اختلاف معلن مسموح به من جانب الولايات المتحدة حتى هذه اللحظة، ولكنه نتنياهو وإسرائيل لا يمكن بأي حال ولا الأحوال أن تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك في تحدي الرغبة والإرادة الأمريكية. طيب يعني هي في بداية المعركة دكتور يا سيد خالد قالوا بأنه عملية إسرائيل ستقتصر فقط في الشمال، الآن المعركة ذهبت من الغرب إلى الجنوب حسب المعطيات العسكرية الإسرائيلية. الخريطة التي تنوي إسرائيل رسمها من خلال قطاع غزة الآن مغازلة للداخل الإسرائيلي، يعني تصريحات البعض يقرأها بأنها قد تكون استفزازية لبعض الدول العربية، نتحدث طبعا عن التصريحات الأخيرة التي ذكرناها فيما يخص مصر. الخريطة التي تعمل إسرائيل على رسمها بهذه العملية العسكرية بموافقة أمريكية، أعطينا حدودها. أوكي. يعني أولا أعتقد أنه
الخريطة الإسرائيلية أو كافة المراحل لهذه المعركة كانت عبارة عن ردة فعل ولم تكن مخططة سابقا. إسرائيل كانت بحاجة لأن تقوم بردة فعل على ما جرى في 7 أكتوبر عندما استعادت المبادرة، بدأت بمهاجمة الشمال اعتقادا أنه إذا ربما الهجوم الذي توجهت به المقاتلين الفلسطينيون من شمال القطاع يمكن يعني بعملية عسكرية ما وقف هذا الهجوم، التمكن فعلا من تحقيق انتصارات، ربما أخذ أسرى، الحاق الهزيمة بحركة حماس، وبالتالي يمكن إذا ما تم هذا النجاح ربما بالإضافة إلى مجريات المعركة والمساعي الدبلوماسية وطبعا ما يمكن تحقيقه على الأرض يمكن أن يشكل مقدمة لتسوية ما أو لتحقيق لإعلان انتصار ما تقوم من خلاله إسرائيل بوضع المزيد من الترتيبات والإجراءات. ولكن دخلت إلى شمال القطاع، هي لغاية الآن لم تسيطر على شمال القطاع، لغاية الآن لازالت تتعرض في شمال مدينة غزة وفي جباليا. هي لا تريد السيطرة أساسا، هي طلبت السلطة الفلسطينية تسيطر، وبعدين تحدثوا عن مشروع بعض الدول العربية التي يمكن أن تدير القطاع. يعني ما كل هذا الكلام هو طبعا إرهاصات إسرائيلية لا قيمة لها. يعني طيب، إسرائيل ليست في موقع أن تستدعي السلطة الفلسطينية وتقول لها يعني احضري إلى غزة واستلمي زمام طيب الأمور. حتى أن السلطة الفلسطينية يعني أعلنت أكثر من مرة أنها لا تقبل أن تكون يعني بديل عن جيش احتلال، وبالتالي كل العملية لم تكن مدروسة لا لجهة مراحلها طيب العسكرية ولا لجهة الأهداف السياسية التي يمكن تحقيقها. نعم. طيب، هذا الحقيقة. طيب، ثم عندما انتقلت إلى الجنوب، نعم أنا أسفة بس لأنه الوقت بيداهمنا، حضرتك قلت بأنه ما يحدث الآن هو ليس مخطط، ولكن يعني كل التقارير والدراسات العسكرية الأمريكية بعضها يتحدث عن قناة بن غوريون التي تسعى إسرائيل لإنشائها، وذلك ضربة طبعا لمصر، وبأنها تقفل الباب على قناة السويس. أعطيني تعليقك على هذه النقطة حتى أخذ تعليق الأستاذ الدكتور صبحي عسيلة باختصار إذا سمحتم. يعني اولا اذا كانت يجب ان نتذكر يعني الكوريدور الذي تكلم عنه الامريكيون بعد قمه الجي 20 اللي قال انه الطريق الذي يمر من الامارات من الامارات من دوله الامارات عبر المملكه العربيه السعوديه وصولا الى اسرائيل، الاردن فاسرائيل فالبحر المتوسط. اعتقد اذا كان هذا المشروع هو مشروع حقيقي فهذا الطريق يلامس او يدخل الى البحر المتوسط ثم يذهب الى اوروبا دون الاضطرار لان يكون هناك قناه على طول اكثر من 200 كيلومتر. طيب، تستلزم حفرها يعني وقت طويل وجهد وإلى آخره. أنا أعتقد أنه إذا كانت فعلا الولايات المتحدة تريد أن تذهب إلى أوروبا عبر هذا الطريق الكوريدور الهندي فهي ليست بحاجة إلى هذه القناة. هذه القناة طرحت في السابق، أنا لا أعتقد أنه هذا المشروع الآن قابل للحياة. لا أعتقد طبعا أنه إسرائيل. طيب، وجهة نظرك اتضحت على يعني فرض. أنا آسفة لأنه الوقت يعني الوجهة النظر اتضحت، أخذ وجهة نظرك يا دكتور صبحي في هذا الموضوع. يعني طبعا كما قال سيادة العميد خالد، هذه الأفكار وغيرها كثير جدا طرحها منذ الماضي في محاولة أيضا للضغط على مصر، ربما لحرمان مصر من بعض المكاسب، ولكن هذا لم يحدث. وأتصور أن كل الأفكار المطروحة الآن ما زالت تكلفتها أو أقول المكاسب الآتية من خلفها أو من طريقة إنجازها لا تمثل المكاسب التي يمكن الحصول عليها. نعم. من الممرات الموجودة في مصر. نعم. تحدث تحديدا عن قناة السويس. نعم. ولكنها محاولات مرة أخرى لإخراج مصر أو للضغط عليها بشكل أو آخر، ومصر لا تنتبه كثيرا لهذه المشروعات لأنها تعرف أن هذه. نعم. كلها مجرد أفكار سيكون مصيرها إلى الزوال. هو الموضوع متشعب، أنا حاولت بس أخذ رأيكما في هذه النقطة تحديدا قبل ختام البرنامج. شكرا جزيلا من القاهرة الدكتور صبحي عسيلة رئيس تحرير مجلة مختارات، وأيضا كان معنا ضيفنا من بيروت الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية العميد خالد حمادة، شكرا جزيلا لكما. وضع مجموعة من الموظفين في إدارة جو بايدن الزهور خارج البيت الأبيض في وقفة احتجاجية للدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة، وارتدى موظفو البيت الأبيض كمامات ونظارات شمسية في محاولة لإخفاء هوياتهم. وأكد جوش بول الموظف الكبير السابق في وزارة الخارجية الذي استقال احتجاجا على نقل الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل وسط الصراع في إسرائيل أنه تم توقيع رسالة إلى الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الوزراء يطالب فيها بوقف إطلاق النار ووقف التصعيد في غزة.
إن أصواتنا وأصوات الشعب الأمريكي تطالب بضرورة وقف هذا العنف، ولهذا السبب ندعو الرئيس بايدن مرة أخرى إلى دعم وقف فوري ودائم لإطلاق النار، ولكل من الإسرائيليين والفلسطينيين الحق في العيش بحقوق متساوية وأمان وسلام وكرامة إنسانية. قد وقع أكثر من 800 منا على رسالة إلى الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الوزراء للمطالبة بوقف إطلاق النار وخفض التصعيد. لقد روعتنا الهجمات الوحشية التي استهدفت المدنيين الإسرائيليين في 7 أكتوبر، كما روعتنا الاستجابة غير المتناسبة من قبل الحكومة الإسرائيلية التي قتلت بشكل عشوائي آلاف المدنيين الفلسطينيين الأبرياء في غزة وشردت أكثر من 1 مليون آخرين. إذن في تلميح لإمكانية اعتراف حركة حماس بإسرائيل مقابل أي حل دائم للدولتين، أكد القيادي في حركة حماس موسى أبو مرزوق لموقع المونيتور أن الحركة ستلتزم بموقف منظمة التحرير الفلسطينية تجاه إسرائيل. أبو مرزوق قال إن حماس تسعى لأن تكون جزءا من منظمة التحرير وتحترم التزاماتها، مضيفا أن الحركة ما زالت تسعى إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود 67. وشدد أبو مرزوق على أن الانتخابات هي التي ستحدد من يدير قطاع غزة، مشيرا إلى أنه لا يجب أن يحصل الإسرائيليون على حقوقهم على حساب الآخرين. كشف متحدث باسم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن قوات الأمن اعتقلت بعض المسؤولين عن الهجوم على السفارة الأمريكية في 7 من الشهر الجاري وتلاحق آخرين. المتحدث كشف أن بعض المسؤولين عن هجوم السفارة الأمريكية في بغداد على صلة ببعض أجهزة الأمن العراقية. كشفت الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة السودانية تسجيل حالات اشتباه جديدة بالكوليرا في ولاية البحر الأحمر ليوم أمس الثلاثاء، بلغت 83 حالة، منها 42 حالة بمحلية السواكن و27 حالة بمحلية بورت سودان، وانتهت حملة تطعيم وباء الكوليرا في ولايتي القضارف والجزيرة في نوفمبر الماضي بعد أن وفرت الآلية العالمية للقضاء على الكوليرا أكثر من 2 مليون جرعة من اللقاحات كدفعة أولى. هذا ويعاني النازحون السودانيون أوضاعا إنسانية صعبة بسبب النقص الحاد في الغذاء والمياه داخل مركز الإيواء بمدينة بورت سودان، وينتظر بعضهم في طوابير مزدحمة للحصول على وجبة يومية واحدة، فيما تحذر الأمم المتحدة من أن كارثة الجوع تلوح في الأفق بالسودان مع استمرار الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع. يعني كوري باسم الاكل انت تجيب لهم من وين المويه دي ما بتشتريها مع المرات يكون عندك مش ما عندك مش ما بتقدر تشتري بتقعد يومين ثلاثة يوم ما في حمام اسبوع ما تقدر تغسل شهر كامل ما تقدر تغسل بجد احنا تعبانين اتمنى من كل المنظمات تساعدنا لو خارج السودان لو داخل السودان
مشاهدينا لمناقشة كل هذه التطورات التي تحدث في السودان عسكريا وإنسانيا وبيئيا أيضا. من القاهرة ينضم إلينا رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية عثمان مرغني. أهلا بك معنا سيد عثمان. بداية يعني قبل أن ندخل في الجانب العسكري، ما هي الأدوات التي يمكن أن تقدم إلى الداخل السوداني للتقليل من الأوبئة التي قد تكون منتشرة؟ كنا نتحدث عن جرعات للكوليرا، ماذا عن باقي الأمراض كحمى الضنك مثلا؟ ما الذي يمكن أن يقدم أيضا في سبيل إتمام التعليم، المدارس التي تعطلت نتيجة الصراع الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع؟ تفضل. صحيح، هذه كلها يربط بينها حلقة واحدة، وهي ليس فقط مشكلة الحرب، إنما مشكلة غياب الدولة والسلطات المحلية في تلك المناطق بالصورة التي يمكن أن تقوم بالأعمال الروتينية التي كانت تقوم بها في الماضي. في الماضي رغم أن هناك كثير من المناطق التي تعرضت لأزمات أمنية، لكن لم تشهد مثل هذا الانتشار الواسع للأوبئة خاصة المعدية. وهذه الأمراض يعني مر عليها عقود طويلة لم يسمع بها الشعب السوداني. الآن يبدو أن البيئة نفسها هي مشكلة، وليس فقط الأوضاع الأمنية، هناك تدهور كبير جدا في البيئة في معظم مدن السودان. زاد وفاقم من هذه الحالة توافد كثير من النازحين من العاصمة الخرطوم ومدن أخرى إلى هذه المدن، وأصبح خارج قدرة هذه المدن في احتمال هذه الأعداد الكبيرة. السلطات المحلية يعودها الإمكانيات الآن، لأن هناك حالة حرب والبلاد ليس لديها موارد بما يكفي، فأصبحت كثير من البرامج التي كانت تباشر بصورة روتينية في الماضي، خاصة مكافحة الأودية، غائبة، الأوبئة غائبة تماما الآن. فأصبح انتشار مثل هذه الأوبئة سهل جدا مع تزايد أعداد المواطنين في تلك المناطق. فتوقع أن تكون في مناطق أخرى فقط لا يغطيها الإعلام، تكون هناك بعض الأوبئة وصلت إلى هذه المناطق. وهذا للأسف الشديد واحد من نواتج الحرب المكلفة جدا على المستوى الإنساني. الحلول الإنسان. طيب الحلول، أما لا أريد أن أقفل على موضوع المدارس. نعم، أما بالنسبة للمدارس فهي أيضا مشكلة كبيرة جدا. الآن تقريبا عام كامل السلم العام الدراسي تقريبا شبه جمد، وهناك أيضا امتحان الشهادة السودانية وهو مهم جدا أيضا توقف. كل ذلك أنا أعتقد مربوط كما ذكرت لك في البداية بغياب الدولة كدولة، يعني ليس هناك دولة رغم أن الحرب محدودة في جزء من ولاية الخرطوم، لكن الدولة بشكلها الكامل الذي تعبر عنه بالوزارات والقطاعات الإدارية والإدارات المختلفة في كافة مدن السودان اختفت تماما. فأصبح هناك ما يشبه لماذا يا سيد حالة أثمان؟ الحرب في كل مكان في السودان رغم طيب لماذا هذا الاختفاء وكيف يمكن معالجته؟ يعني هل ينتظرون مثلا الجهات الإغاثية، الأمم المتحدة تتدخل، أم ممكن أن يكون هناك تشكيل حكومة على الأقل تدير البلاد؟ لا تستطيع الأمم المتحدة أن تفعل شيء، لأن المشكلة ليست في وجود المعينات الإنسانية والأدوية وغيرها، المشكلة في الوصول إلى المواطن. المواطن لا تستطيع أن تصله الأمم المتحدة حيث هو في مناطق بعيدة وتحتاج إلى كثير من الترتيبات وكثير من الإجراءات على مستوى التخزين هذه المواد نفسها. كل ذلك إذا لم تكن هناك دولة حقيقية، والدولة نقصد بها أن يكون الجهاز البيروقراطي للدولة بدءا من رئاسة مجلس الوزراء ثم مجلس الوزراء ثم الإدارات القطاعات التي تحته ثم الإدارات والسلطات المحلية في الولايات والمدن والقرى، كل ذلك الآن تقريبا مشلول تماما، لأن هيكل الدولة لا يعمل بالكفاءة ولا يعمل بالتناغم والتنسيق الذي يفترض أن يكون فيه، خاصة في قضايا تحتمل تتطلب التعاون بين أكثر من إدارة. يعني إذا كنا نتحدث عن استيراد أو استلام بعض المواد التي تأتي من الخارج، نحن نتحدث عن المواني، نتحدث عن المطارات، نتحدث عن سبل النقل، الحماية وتوفير هذه المواد للمواطن. هذه السلسلة كلها الآن شبه مشلولة وتعمل فقط بالجهد الذاتي. هناك بعض الذين يعملون وهناك بعض الذين غابوا تماما. طب يعني منذ بورت سودان بداية مثلا أول طلقة. طب اسمح لي عشان الوقت يا سيد عثمان، يعني الآن من مخول بأنه يوجد حكومة تعمل على إنقاذ البلاد، حكومة إنقاذ أولا؟ الأمر الآخر ميناء بورت سودان، يعني ما يقدروا يستوردوا منه المواد الغذائية، احنا نتكلم على 25 مليون شخص في السودان معرض للجوع. هو الرقم أنا في تقديري أكبر من ذلك كثيرا، يعني لأن هناك كثير من المناطق كما ذكرت لك كانت منتجة للغذاء، الآن في هذه بعد الحرب أصبحت هي نفسها تحتاج إلى الغذاء.
وإذا تحدثنا عن من المسؤول، أنا أعتقد المسؤول هو مجلس السيادة على رأسه الفريق أول البرهان وأعضاء مجلس السيادة، لأنها هي السلطة السيادية الوحيدة المتبقية. يعني ليس هناك مجلس وزراء، وهذه هي السلطة التي تستطيع تكوين الهياكل التي تحتها. لماذا لا تريد أن تكون هذه الهياكل؟ لماذا تتأخر وهي ترى البلاد تنهار بهذه الصورة المتدرجة؟ لا أحد يعلم، لأنه ليس هناك ما يبرر، وليس هناك منطق يمكن أن يفسر لماذا لا يكون هناك رئيس وزراء وحكومة بصورة طبيعية حتى تتعامل مع المجتمع الدولي، لأن المجتمع الدولي نفسه إذا أراد أن يساعد يجب أن يكون هناك كاونتر بارت، يعني هناك شق حكومي يتعامل معه. هذه الفكرة. طيب الآن لما نتحدث بأن قوات الدعم السريع سيطرت على بعض حقول النفط، هل ممكن أن تبادر وهي تشكل حكومة كونها تتعامل مع عصب أساسي للدولة؟ لا طبعا لا تستطيع. يعني قوات الدعم السريع تعوضها كثير من الإجراءات أو المطلوبات لتكوين حكومة. أولا هي موجودة ومنتشرة في كثير مناطق السودان، لكن ليس الانتشار الإداري، بالعكس يعني هي المناطق التي دخلت لها شهدت انهيارا كاملا للإدارة وهروب المواطنين من تلك المناطق. علاوة على أن هي في النهاية قوات عسكرية لا تستطيع أن تباشر مسائل إدارية، خاصة أن المناطق التي تستولى عليها فيها كثير من التعقيدات التي تتطلب التعامل مع حكومة مركزية يعني في دارفور وغيرها. أنا سألتك هذا السؤال لأنه لما ذهب الفريق عبد الفتاح البرهان إلى بورت سودان كانت هناك أقاويل بأنه سيشكل حكومة ليقطع الطريق على قوات الدعم السريع، هذا كان سبب السؤال. شكرا جزيلا من القاهرة رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية عثمان مرغني، شكرا لك. شكرا لكم على كرم المتابعة، في أمان الله.